فعلا لما اخترنا كلمه روح الفانيلا الحمراء هي تنطبق على الراجل ده، روح الفانيلا الحمراء وكل الروح الحياه. لما فصل الرجل المستحيل بالفعل هو رجل المستحيل، لانه هو شاف كتير جدا في مشواره، لكن كان عنده صبر وعنده اصرار وعنده عزيمه وعنده امل وعنده اصرار مش طبيعي انه يبقى لاعب في النادي الاهلي، بل واحد من كباتن النادي الاهلي، واحد من نجوم النادي الاهلي. الكرم بتاع ربنا عليه كبير جدا جدا، بيسجل اهداف زي ما اي حد بيسجل اهداف، لكنه اهدافه حاسمه قاطعه هامه جدا. التاريخ يظل يذكر هدف ابو تريخه في الصفاقسي، يظل يذكر هدف الخطيب في كوتوكو، ويظل يذكر هدف هذا النجم في نهائي افريقيا الموسم الماضي. بداياته ابن من ابناء النادي الاهلي، نجاحاته كلها مع النادي الاهلي، خرج للاحتراف لكنه عاد سريعا دون ان تتاثر مسيرته. اصبح مصدر ثقه للمدرب، للجمهور، للعيبه، للحارس، للجميع، وهو كمان ازداد خبره ونضوج وقوه لحد ما اصبح واحد من اهم نجوم منتخبنا الوطني والنادي الاهلي. لك ان تتخيل منذ 23 فبراير الماضي ما جلسش ولا مره على دكه البدلاء، اللهم الا الراحه اللي خدها النادي الاهلي منذ ان بدا مع كابتن حسام حسن وحتى يومنا هذا. لا ماتش ودي ولا ماتش رسمي الا هو اساسي في الفريق، الا بسبب الاصابه مش موجود في هذا المعسكر. لما تيجي تشاور عليه تشاور على رجل بمعنى الكلمه، هو بالفعل رجل المستحيل، النجم اللي منورنا كابتن رامي ربيعه. يا مساء الفل. مساء الفل يا كابتن شبير، ازي حضرتك؟ منورنا. منور حضرتك والله، وبرحب بالمشاهدين طبعا في قناه الاهلي وحارس الاهلي، مبروك على البرنامج. الله يخليك. حاجه قمه في الاحترام وقمه في الجمال، يعني حاجه ما تتوصفش بحقيقي، يعني بجد ربنا يخليك. من الناس اللي انا بحبها ومن الناس الناجحه في شغلها، ويعني حضرتك مثال لشخص ناجح في مكان ناجح في الميديا. لو كنت او كنت لعيب، كنت لعيب ما شاء الله معروف عنك ايوب مصر، يعني ما شاء الله حضرتك يعني عالم من اعلام مصر، فبنتعلم من حضرتك الصبر وبنتعلم من حضرتك الرجوله. يعني احنا جايبينك نصيطك مش انت اللي تصيطنا، لانك لا بصراحه لان في مواقف لازم الواحد ياخد باله منها ويتعلم منها. يعني ربنا يخليك. رامي الاول طمنا وطمن الجمهور، الاصابه اخبارها ايه؟ الناس مسكت قلبها بايديها الاصابه الاخيره وخروجك من المباراه وابتعادك عن المنتخب. هو الاصابه كانت بدايتها بس من ماتش السوبر المصري لما كنا بنلعبه في الامارات، حصل كذا مره شد كده في ماتش ده صحيح، لان كنت في المنتخب في فتره الراحه لما كنا بنلعب ماتش مع المنتخب بره ملعبنا، ولعبنا ماتش هنا في القاهره. نعم. لما طلعنا كنا ما فيش وقت الراحه ليا بالنسبه لي انا بصراحه، ما كانش في راحه كفايه، ما كانش في ريكفري كويس للجسم. فلما رجعت برضو الجو هناك في الامارات الرطوبه عاليه شوية، والمجهود بتطالب اللاعب يعمل مجهود مضاعف وبتبذل مجهود اكتر، فده بالنسبه للعضلات محتاج انك تشرب ميه كتير، محتاج انك حاجات طبيعي ان اللعيب يعملها. بس للاسف كنت انا مجهد شويه، فحصل كذا على كابفيردي على موريتانيا على السوبر على جورمايا، يعني ماتشات كتير مظبوط كده. نعم. فالموضوع كان شويه ضغط في الفتره اللي فاتت دي، وكانت كلها ماتشات حاسمه، ان كان علينا ضغط صحيح. ان احنا مع المنتخب. نعم. ومع المنتخب كمان لازم نعدي. نعم. وعايزين بدري بحيث ان كابتن حسام كان مصمم على بدري عشان انت اسم منتخب مصر. نعم. مع فرق برضو منتخبات ليها قمه الاحترام والتقدير، بس ما ينفعش اسم مصر ما يصعدش بدري مع المنتخبات دي. صحيح. احنا كنا عايزين نوصل رساله للناس وعايزين نفهم ان الناس ان منتخب مصر راجع بقوه. فهو كان عنده حق بصراحه، وكنا لمين بعضنا ان احنا نحاول نرجع يعني باسرع وقت، احنا نصعد بدري ونريح نفسنا. قول لي ايه اللي حصل بينك وبين طب الاصابه اجهاد؟ اجهاد خفيف جدا في الخلفيه لا في الضمه الحمد لله. بسيطه جدا لما انا حسيت بوجع او حسيت ان هي هتشد عليا طلبت التغيير احسن ما تزيد او يحصل لها مزق او حاجه، فهي شد بس الحمد لله يعني الحمد احنا لله. احسن يعني بعد فتره توقف الدوري راجعين عادي مع الفرقه ان شاء الله. الحمد دلوقتي شغال في الاجازه خالص، شغال علاج طبيعي وشغال جيم وتقويات عاليه في النادي عادي في النادي وبره برضو يعني. نعم. لو في علاج طبيعي بره وفي النادي يعني بعمل مرتين بس تحت اشراف النادي طبعا عشان اقدر ارجع بسرعه ان شاء الله. كلمت الكابتن حسام قلت له على الاصابه، والنادي طبعا بيقدم تقرير طبي، لكن انا اعرف ان العلاقه بينك وبين الكابتن حسام حسن اكتر من رائعه. الراجل ما قعدكش دقيقه احتياطي لا مباراه رسميه ولا مباراه وديه، وانا عرفت انه زعل جدا مع اصابتك. قول لي
لما حصل تواصل بينك وبينه اتكلمتوا في ايه؟ في الاول خالص حصل تواصل مع كابتن ابراهيم برضو. كابتن ابراهيم حسن برضو شخصيه محترمه جدا طبعا. جميل جدا، متفاهم، عقلاني، بيحب يسمع برضو كل الاراء، فاتكلمنا معاه ووصلنا المسج، واتكلمت مع الدكتور ابو العيلة وعرفنا ان الاصابه ممكن تقعد من اسبوع ل 10 ايام. فمن 12 دكتور ابو العيلة شاطر، والدكتور احمد جلال الله في النادي الاهلي شاطر، فما شاء الله يعني بصراحه يعني ناس محترمه جدا، ودكتور جاب الله برضو معانا في النادي طبعًا محترم قمه في الاحترام. فقررت ان انا اروح اعمل اشاعه، ولما بعد الاشاعه عرفت ان هي هتاخد من اسبوع ل 10 ايام. فكابتن حسام بصراحه قرر ان انا اخد راحتي في الراحه، وبالصدفه قابلته وانا كنت داخل اعمل اشاعه، بالصدفه هو كان خارج من الاشاعه والله يعني. ده الحديث اللي دار بينا، ان انا كنت في المستشفى وهو خارج، فبساله ايه مالك، وانا اللي المفروض اعمل اشاعه، ولا انت اللي كنت بتلعب ولا انا؟ فقال لي لا انا بعمل شيك اب بس كده على ركبتي. فقلت له طب خلاص يعني هتلحق ماتش جاي هزرنا وبتاع. هو شخصيه جميله ولذيذ، فطمن عليا والحمد لله الامور. قلت له فيها شد خفيف، ولسه عامل اشاعه، واكد على حضرتك برضو الاشاعه، لان انا بقيت اللعيب بيحس بنفسه الاصابه ايه قويه، شدت منك قوي، في صوت مثلا بتسمعه في العضله لو والمرحله مش محتاجه انك يعني ايه تجازف يعني، فطالما مفيش داعي الاول للنادي الاهلي. رامي بصراحه يعني الجميع بلا استثناء في حاله انبهار برامي ربيعه، واحنا لنا قصص مع بعض. طبعا انا طبعا حضرتك عانيت معايا كتير. ولنا يعني لينا مكالمات كتيره، ولينا نحكي بالمعاناه الاول ولا نحكي ايه؟ نبدا بالمعاناه. يلا يلا بينا احكي. طبعا كان في معاناه كبيره بيتعرضها لاي لاعب كره قدم. دي مش حاجه مش هقول عليها انها مش هقول عليها ان هي ضد رامي، او ان ان في حد كان مستقصد، لا مفيش حاجه كده في الكوره. حضرتك ادرى مني. في الكوره بيبقى في مدرب بيحبه ومدرب بيكره، ده طبيعي. والمدرب اللي بيحبه ويكره ده ليه كل الاحترام والتقدير. اتعلمنا في النادي الاهلي ان انت تحترم ده. ضدك معاك تحترم ده. لانك اتكلمت مش هتاذي حد غير نفسك لو انت اتكلمت او عبرت عن اسلوب وحش، ان انت كاره النظام او كاره المعامله او كاره الطريقه، مش هيتاذي غير اللعيب. صح. محدش هيفهم ان اللعيب ده بيتعرض لضغط، محدش هيفهم ان اللعيب ده بيتعامل وحش، محدش هيفهم ان اللعيب ده ما بيلعبش عشان خاطر في سبب فني او في سبب شخص هو مختار كده. فاهمين ان هو تاثير من اللاعب. ففي المرحله دي بس انت حاول اللعيب على قد ما يقدر يقفل ودانه وعينيه، ما يقراش. حلو ده، جميل. انه يضغطوا اكتر يعني. هو اللعيب بيبقى مضغوط لوحده في الفتره دي. ده صحيح. مضغوط، ما مش حابب كلمه من حد، برجع لاهلي مش مبسوط وانا قاعد معاهم. متضايق، طبيعي. اي واحد بيزعل على حاله لو ما بيلعبش او ما شغلي اكل عيشي. لو عشت موظف او حاجه ما بتبقاش حلوه. صح. ما حبيتش ان انا اعيش موظف في يوم من الايام، ان انا اروح التمرين وارجع من التمرين ما بلعبش، ماليش دور مع الفرقه. ماليش دور خالص. ماليش دور خالص. احنا بنتكلم على فتره موسيماني. فتره موسيماني. من بدايه موسيماني؟ مع بدايه. من بدايته. اول ما جه. اول ما جه. كنت انا مع فايلر طبعا. كويس. الحمد لله. الحمد لله اساسي. لعبت كل الماتشات، لعبت ماتشات افريقيا كلها. فلا كان معايا كويس يعني. كويس. مش معنى ان موسيماني كرهني فانا اتكلم عنه وحش. لا لا لا. بالعكس. مش من طبيعتك خالص. لا لا خالص، لان هو ليه وجهه نظر وتحترم وحقق نتائج كويسه مع النادي. طبعا. وده معناه ان هو كان شغال كويس ومختار اشخاص ممكن يبقوا احسن من رامي. كان مين بيلعب في الوقت ده؟ كان بدر بنون وايمن اشرف وياسر ابراهيم وانا. وكان في متولي معانا برضو. فبس يعني الواحد ما بيحسبهاش ان هو بره يبقى الراجل ده لا ده وحش. انت كنت مع فايلر اساسي ومن قبل فايلر. بالظبط. فلعب مع جوزيه. لعبت مع جوزيه. لسه هنحكي. لسه هنتكلم على المعاناه. بس فانا ما عادي تقبلت الفكره وتقبلت، بس قعدت كتير يعني، قعدت فتره كبيره مهما العب. انت ما لعبتش خالص معاه؟ لا كنت بلعب يعني لما يجي يحتاجني مثلا. في انا فاكر في ماتش اهلي وزمالك كسبناه 3-0 في الدوري. أيوة. كان كهربا لسه جايب اول جون ليه في اهلي وزمالك مع الاهلي. ما كانش لاقي مساكين يلعب جنبي. ما كانش لاقي كلهم مصابين. يعني اقصد يعني مش عشان حاجه، عشان هم مصابين. اللعيبه كان بدر منهم مصاب، ايمن مصاب متهيألي او موقوف. نفس الكلام ياسر. فما كانش فاضل انا. فمش لاقي حد يلعب جنبي. والماتش صعب زي ما انت شايف، اهلي وزمالك. وفي استاد القاهره والموضوع صعب. فيعني بالصدفه يعني لقيت بيقول لي كلم خالد عبد الفتاح لان هو هيلعب جنبك، وخالد عبد الفتاح ده كان اول ماتش ليه. يا نهار ابيض.
فالموضوع كبير، وموضوع يعني هو من المدربين اللي ما بيشيلش لحد ما بيحبه ما بيحبوش. يعني انت مثلا لو حد عند حضرتك مثلا بيعمل لك حاجه او بيعمل ايفورت عشان خاطر حضرتك، بتشيله اللي هو بيعمله، بتبقى شايله الجميله او يعني مش عايزه يشيل، عايزه يبقى فير، يقدرك خلاص. انا كنت عايزه يبقى فير. نعم. رامي وحش، قول لي انا وحش واغير من نفسي، لان انا بحب كده. جميل. يعني تعالى قول لي رامي انت وحش في كذا كذا كذا، وانا ابتدي اتقبل ده وابتدي اغير نفسي واخش الجيم واهتم باللي انا الناقص اللي عندي. وانت اصلا بتعمل كده بالظبط كده. نعم. لان احنا عايشين عشان نتعلم. مظبوط. ما انا لسه هغلط. يعني الناس دلوقتي بيقول لك رامي كويس، انا مش كويس. انا لسه في اخطاء بعملها، لسه هصلحها ولسه هعملها ولسه ولسه هغلط. هي هي الكوره كده. يعني حضرتك قبل كده وانت حضرتك كنت بتلعب، عمرك فكرت في لحظه ان انت وصلت مستحيل. للكمال؟ لا مستحيل. يعني صعب، ما فيش حد يوصل للكمال غير الله. يعني لعبت الزمالك، فلعبت الزمالك اديت بشكل ممتاز وجنبي كريم وجنبي خالد عبد الفتاح، وكان اول ماتش لي. يعني انا فاكر خالد عبد الفتاح بعد الماتش بيشكرني على ان انا مديله الثقه، وان احنا جنب بعض وبنتكلم كتير مع بعض. نعم. وان احنا شايلين بعض. حلو. فانا بقول موقف بسيط ان هو يعني كان لما كان بيحتاجني بيلاقيني. هو ده دوري كان في النادي الاهلي. بس لأني. بعدها رجع قعدك تاني. برجع اقعد مهما العب مهما اتمرن. يعني انا كنت فاكر حتى حتى التمارين مش اتمرن. يا نهار ابيض. كان بيلعب مثلا تقسيمه، لو بيلعب تقسيمه فرقه ضد فرقه، بيخليني انا بره لغايه ما يشوف بقى مثلا لو حد تعب بيدخلني مكانه. معقوله؟ طبعا. ده طبيعي. بتاثر على النفسيه. بتاثر على النفسي. بس الغبي اللي ياخدها طبيعي. كده بالنسبه للعيبه مش طبيعي. طب بس يعني انت طالما تقبلت انك تلعب الكوره، الكوره بالذات فيها متغيرات كتير قوي. انا مش لعيب صاعد ولا لعيب صغير، لعيب لعبت ورحت المنتخب و بس حضرتك لو فكرت في الكلام اللي انت بتقوله ده هتضغط نفسك اكتر. لا جميل، بس انا الواحد بيبقى متضايق طبيعي. ان انا قلت لحضرتك انا ببقى راجع البيت مش طايق نفسي، فاهلي بقى اللي بيستحملوني اللي هم. بس انا مش مع ان اللعيب لما يبقى قاعد احتياطي يقعد يفكر انا لعيب كبير، انا لعيب ليا اسمي. انت يحسب ليك انك ما نطقتش. ما نطقتش. فكر انك ترجع تاني، فكر انك تدوس على نفسك، فكر انك ده كان تفكيرك ساعتها. ده كان تفكيري. ولا كنت فكرت، لو فكرت بتفكير حضرتك اللي قلت لي لا انا لعيب كبير، انا لعيب قديم، انا لعيب ليا اسم، لا ما فكرتش. في الكوره مالكش اسم. في الكوره طول ما انت بتلعب لازم تثبت نفسك وتعمل اسم جديد. ما فيش حاجه اسمها انت وقفت عند اسم كذا، لا في بطوله ثانيه عايز احارب عليها وعايز اخدها وعايز اثبت نفسي اكتر. فده كان تفكيري ساعتها ايام كويس. ان انا مهما اقعد بره، حتى كان في لعيبه كتيره بدون ذكر اسماء كانت بتعمل مشاكل ولعيبه تتعامل معاها باسلوب وحش. انا كنت اخد بعضي كده بعد التمرين بهدوء، اخش الجيم اطلع الكابتن اللي جوايا بشويه حديد. واتكل على الله اروح البيت. بس بتبقى صعبه زي ما حضرتك قلت. بس ما تسمعش بقى الحاجات. بس جيت في الوقت ده فكرت انك تخرج اعار؟ فكرت لما اتكلمت مع حضرتك. ايوه. دي بقى النقطة اللي أنا بقول لحضرتك فيها. كنت بتكلم مع والدي في البيت لما شافني إن أنا طول الوقت قاعد سرحان بتفرج على زمايلي في الملعب. نعم. وأنا متضايق. مش متضايق إن هم بيلعبوا، متضايق إن أنا نفسي أكون معاهم. يعني ده طبيعي. بتفرج عليهم متضايق. مش مبسوط. كمان الفرقة راحت كأس العالم كلها وخد ولاد صغيرين، ما خد لعيبة ناشئين. ما خدنيش أنا الوحيد. الوحيد أنت. هنا يعني حسسني إن أنا كنت أنا اللي عامل زي بيقولوا كده الحاجة الفاسدة اللي في القفص. فبرضه ليه تقدير، انا مش قصدي حاجه، بالعكس ما حدش يفهم حاجه. نعم. ليه الاحترام. نعم. ولانه عمل نتائج كويسه مع الاهلي وحقق ثالث عالم مرتين مع الاهلي. نعم. وليه ليه الاحترام، لانه هو مدرب شخصيه محترمه ومدرب عمل نتائج، فده دليل ان هو مدرب كويس. تمام. فكل ده تقبلته عادي، ما فيش مشكله خالص. بس جيت بقى فتره عليا كان الضغط نفسي عليا قوي. نعم. قوي قوي. يعني حتى الفتره دي قررت ان انا والدي يعني اتكلم معايا في حته ان انت تتجوز، تحاول تفصل دماغك. يا سلام. شويه. تحاول تبعد عن الكوره خالص، انك تفصل، انك تتجوز، تحاول تستقر، تحاول تشغل دماغك بحاجه تانية. كويس. والدي دكتور تحاليل لو حضرتك اكيد. نعم. عارف. نعم. يعني اتكلمنا مع بعض. فلما اتكلمنا مع بعض قال لي طب ما اتكلم كابتن شوبير شوف لو عنده افكار، لان هو بيثق في حضرتك جدا. الحمد لله. وفي افكار حضرتك زي ما قلت حضرتك يعني عالم يعني. فكان في مكالمه بيني وبين حضرتك واتكلمنا مع بعض. كان كلام حضرتك انت لو شايف انك يا رامي مش حاسس انك ليك بشكل اساسي او مشاركه مع النادي، ممكن تطلع اعاره لغايه ما تخلص الفتره بتاعتك مع الاعاره وترجع للنادي تاني، يكون هو فكر هو محتاجك مش محتاجك. فانا لما فكرت انا والدي بعد ما قفلت مع حضرتك لقيت كلام حضرتك صح. بس بس كانت تقيل عليا ان انا اخرج بصراحه، يعني ما كنتش عارف اعملها ازاي يعني. ايوه. بس فلما كلمت كابتن عماد النحاس كان قريب مني هو. نعم. لان هو كان ماسكني في الناشئين. نعم. كان ماسكني في الناشئين. كان هو مدير قطاع الناشئين ساعتها لما انا طلعت درجه اولى. نعم. فاتكلمت معاه وبرضه عرضت الفكره، ان قلت له كابتن شوبير قال لي كذا كذا كذا، ايه راي حضرتك؟
قال لي بص يا رامي، انت الفكره انك تختار مدرب يقدر يطلع اللي عندك، نعم، يقدر يستحملك، شاطر، يقدر مدرب شاطر. وهو عارفني من الناشئين، نعم. فقال لي لو عايز تيجي المقاولين انا تحت امرك، نعم. وشوف اعاره اللي انت عايزها، والاعاره دي لحد ما تخلص هم يقرروا عايزينك او لا، وانت تبقى تحت امر الموسم ده النادي. المقاولين عملوا كويس قوي. بالظبط كده. نعم. فانا كنت ما عنديش مشكله، رحنا قعدنا معاه وفي المكتب انا واخويا مع كابتن عماد، وكنا في اتصالات كتيره قوي 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 في الفتره دي، لان هم كانوا في قطر في كاس العالم زي ما حضرتك قلت، نعم، عشان اوصل للكابتن محمود الخطيب ان هو يوافق على الاعاره. نعم. وكلمت كابتن سيد وكلمت في تواصل، احنا كنا رايحين بالظبط على الساعه 9 انا واخويا في نادي المقاولين، 9 بالليل، وباب القيد بيقفل 12. مظبوط. قاعدين في المكتب كل ده نكلمهم شويه، وكابتن سيد يقول لي انا في التمرين هرجع الاوتيل يا رامي واكلمك، والكابتن هم هيبقى عين في جنبي الجنه وعين في النار. واتناقش معاك واتناقش مع الكابتن ونوافق على الاعاره او لا. فقعد كلمني بعد الساعه 9، كلمني على الساعه 11 تاني. بعديها قاعدين كل ده مع كابتن عماد النحاس بقى، وقاعدين بنتكلم عن ذكريات، القصص اول مره تتحكي يا جماعه. بصراحه نعم. اول مره احكيها بصراحه يعني. وقاعدين نتكلم عن الذكريات والاهلي وبطولات كابتن عماد، طبعا شخصيه طبعا محترمه جميل وجميله وناجح طبعا. يعني. فبرضه الكابتن كلمني بقى، كابتن محمود الخطيب كلمني مع كابتن سيد، قال لي يا رامي ده قرارك النهائي ان انت عايز تطلع اعاره، انت عارف انا بحبك وبحترمك ازاي، وانا بحبه نعم. وبحترمه جدا جدا جدا، اب لينا كلنا بصراحه، طبعا طبعا. محدش بيحتاج حاجه ويكلم حد عشان يوصل لكابتن معه. انا لو نعم. محتاج حاجه بكلم اي حد، كلم كابتن خطيب. بكلم نعم كابتن خطيب على طول، نعم بيبقى جنبنا، محتاجين اي حاجه بنكلمه على طول الا النواحي الفنيه. الا النواحي الفنيه، تمام، محدش يقدر يتكلم فيها طبعا. جميل. فقال لي ده قرارك النهائي، قلت له يا كابتن انا مش قراري النهائي، بس عشان انا محتاج العب، انا ولا بطلع عشان انا مش عاجبني اي حاجه، ولا بيت عمرك طلعت ما كلمه عملت وحشه مشكلة مني، الحقيقة. نعم. فشوف حضرتك حابب ايه وانا مع حضرتك. قال لي طيب هنقفل ونكلمك تاني نقولك على القرار. حلو. كلموني الساعه 12 ودقيقه قالوا لي موافقين. كان السيستم قفل. رب ضرورات النافعة، بالظبط سبحان كده. الله. فكلموني قالوا لي الكابتن عماد النحاس، طبعا لما خدنا انا كنت مضيت، مضيت الورق فعلا. ومستني، انا ماضي اساميه كلها فتره الاعاره اللي انا قاعدها، نعم، ومستني ان هم يقولوا قرار عشان. فلما بس كده قفل الكابتن عماد النحاس، كانوا قاصدين بيني وبينك، هم عايزينك، ما اعرفش بقى يعني، عايزينك انا ما تقعد يعني. اتناقشتش فيها بعد طيب. من ساعتها، بس كابتن عماد بقى قطع الورق وقال لي ده علامه يا رامي زي ما حضرتك قلت، واجتهد وكمل في شغلك وخليك ساكت. بصراحه كابتن عماد النحاس قال لي خليك التزم الصمت واشتغل واتمرن، هجي لك، هي الكوره كده فيها طيب. متغيرات كتير، جميل. فركز يعني. والحمد لله بعدها الدنيا ظبطت، حتى مع موسيماني نفسه شويه مع ظبطت موسيماني بعد بقى كده. ظبطت شويه بالظروف بقى، على حسب نعم. الظروف كنت بلعب لما حد بيتصاب. في فتره بقى جت ليا في كاس العالم للانديه، سبحان الله انا ما روحتش اللي معاه بقى، الظروف تتحسن زي ما حضرتك بتقول، سبحان الله يعني، لوحدها عشان الواحد بيجتهد. أيوة. المنتخب يروح وياخد لعيبه الاهلي أيوة. وهم يبقوا في المنتخب، ويقرروا نروح كاس العالم باللعيبه اللي متاحه، 7 ناقصين، وابقى انا كابتن الفرقه. يا سبحان الله. سبحان الله، هي نصيب، هي نصيب. يعني البطولة اللي قبلها بره بره القايمة، خالص. البطولة اللي بعدها كابتن كابتن الفرقة. الفرقة وأساسي. وأساسي. نعم. فالحمد لله يعني، أول ماتش ليا كان مونتيري المكسيكي. 1-0 محمد هاني. محمد هاني طبعًا جون كان حلو أوي. خدت أحسن لاعب في المباراة. كمان. أه. يعني ما شاء الله، ده ربنا بيجيب من واسع. شوف أنت بتقول إيه؟ بفضل الله. تعالى بقى في المحاضرة تاني يوم مع كابتن موسيماني. جايب لي لقطات أنا بس أنت بتغطي، بص التغطية دي. انت متاخر فيها وانا واخد احسن لاعب يا عم في كاس العالم، طب حتى اديني كلمه حلوه. الباص ده كان المفروض يطلع احسن من كده شويه، وانا ساكت في انت المحاضره مش طب اقول له ايه ده يا جماعه، مذهول يا عيني. لا انت كنت المفروض تطلع الكره دي بطريقه احسن من كده. فسكت، سكت عشان عارف يعني الواحد بيجتهد وبيسعى، وكانت الجايزه دي انا مبسوط بيها. صحيح. وانا مكافئ وتقدير نفسي. الناس. وانا مكافئ نفسي. نعم. حلو. فبقيت نفسك مقضي مقدر مجهودي ومقدر تعبي، لان انا شفت تعبي في الجيم وتعبي لوحدي مدرك ساعتها، وتعبي عمال اجري زي البتاع. ايوه. ما حضرتش غير ماتشين في حياتي، ماتش الماتش مونتيري ده. ده، لا 3 ماتشات، ده وريال مدريد والاهلي والزمالك نهائي الكاس، بس النهائي لكاس نهائي الكاس الاخير السعوديه. ولا الافتصاديه؟ السعوديه. الافتصاديه. نعم. 2-0. كان امام عاشور 2-0 لما وقفشه. كان امام عاشور وقفشه. فسبته خالص يتكلم ويقول كل اللي عنده وبتاع، حتى كان معايا كابتن وليد سليمان كان قاعد جنبي في المحاضره، كان ماسك يعني بيهديني اللي هو ما تتكلمش ما تعلقش ما انت اصلا تتناقش. ما تعلقش يعني. فانا خرجت من المحاضره ولا كانه قال حاجه، لا، ومبسوط بالجائزه ومبسوط بان انا وصلت من له. جواك راضي عن نفسك. بالظبط كده. لازم لازم لعيب كوره يقيم نفسه، بس يقيم يبقى صريح مع نفسه، طبعا طبعا، ما يقولش مثلا انا مش مقصر في حاجه، انا
انا لعبت كويس الماتش ده، لا لا كده انت بتضحك على نفسك. في غلطات طبيعي في الماتش بيبقى في غلطات عادي، من الغباء انك تطلع نفسك انك انت عامل ماتش كويس. لا مفيش حد بيعمل ماتش كويس، لازم تدور على اخطائك كمان عشان مش هدور. طبيعي بيبقى في اخطاء في الماتش طبيعي. هو انا بلعب الكوره بس ده خلي بالك يا رامي، ده تقرير يعني كلام جميل جوه نفسك، بس انت تحب تسمع المدرب كلام كويس، خاصه بيكون محاضره وتقييم، وانا راجل عامل ماتش كويس فبالتاكيد بحب انه المدرب يشيد بيه قدام اللعيبه. ده شعور انساني طبيعي، ده طبيعي شعور انساني. بس لما حضرتك تبقى عارف الشخصيه اللي قدامك فخلاص بتبقى مش مستني منه كلمه انك انت تفوق نفسك بيها. طب الماتش اللي بعديه، الماتش اللي بعديه لعبت برضو كنا خسرنا 2-0، كنا بنلعب بالميراس البرازيلي. بالميراس 2-0 بالظبط كده، خسرنا 2-0. ثالث ماتش قعدني، ثالث ماتش قعدك بتاع الهلال. خلاص بقى قعدني احتياطي ورجعت بقى احتياطي تاني بقى لما لعبت المنتخب، رجعوا فرجعت احتياطي تاني. يعني بيبقى بيحسس ان هو انا مثلا سبب في الجون، سبب في خساره، سبب في طريقه وحشه، سبب. فبقيت برضو ما بركز، ما بحاولش اهتم باللي هو بيعمله معايا، فصبرت برضو لغايه ما بتجيلي الفرصه لوحدها. يعني ايه اللي حصل؟ ايه هذا التطور؟ يعني الناس عارفاك من صغرك وانت لعيب جيد، لعيب ممتاز كمان، وانت تربيه النادي الاهلي، من ناشئين النادي الاهلي، تمام، والناس كلها بتحبك وبتثق فيك، لكنه لما بيحصل دروب بياخد فتره شويه طبيعي، وده ما خدش وقت كبير معاك للامانه. لكن هكون صريح في سؤالي معاك، هل رحيل موسيماني كان بالنسبه لك هو خبر جيد؟ انه ما انا بني ادم، انا بالنسبه لي اتبسطت طبعا، اتبسطت طبعا ان انا اقدر اطلع اللي عندي، اقدر ابقى مبسوط، اقدر اطلع او في دي ايه رايك؟ جايبينك كنت صغير، انا ربي طلعونا رامي يا جماعه من دول. لا انا اللي ماسك اللي على اليمين ده خالص، اللي باكل التورته اي اكله تاني. لما باجي عندك انا اللي بخلص الاكل، لما في عزومه عندك انا اللي بخلص الاكل. الدنيا اي حد بياكل انا اهو رامي اكل، انا مش بحتفل، انا عايز اكل. جميل، تعالى نكمل، احنا جايبين لك لقطات كتير بالظبط كده. نكمل بقى، خبر رحيل موسيماني كان بالنسبه لك خبر جيد؟ خبر جيد ان انا اقدر يجي حد يبقى فير، انا مش عايزه يحبني، ما هو ما فيش حد عايز يبقى عادل. بالظبط كده، رامي لعب كويس، قول له مثلا رامي انت كويس في كذا كذا كذا، ووحش في كذا وكذا وكذا، وزميلك ده حلو في كذا كذا كذا، عشان كده انا اخترت زميلك. جميل، ده رزقه وده رزقي وانا موافق، وهو ربنا يكرمه. حلو، المصلحه عامه لما بنكسب مثلا وانا ببقى موجود وما العبش، ما هيقولوا مثلا رامي هو اللي ما لعبش فهو ما كسبش. الاهلي كسب وانا موجود في المنظومه. الاهلي كسب طبعا، لان انا مش ده الدستور بتاعكم، ده الدستور، لان احنا يعني لما المكسب بيجي زي ما قلت لحضرتك، الاهلي اللي بيكسب مش انا، مش رامي. يعني انا قاعد احتياطي، اكيد عملت جزء صغير في تمرين ساعدت على ان احنا ناخد البطوله. صحيح، في ان انا مثلا مخلي زميلي اللي جنبي يتمرن كويس، ان انا لما ابقى مركز في التمرين زميلي يشوفني مثلا انا ما بهزرش، لا يركز اكتر في التمرين زي ما رامي ركز. انا عايز اقول للناس بس الهاشتاج بتاعنا رامي ربيعه مع النادي، مع حارس الاهلي، ابعتوا لنا كل اسئلتكم زي امبارح كده، هناخد الاسئله طوال الحلقه. يعني اسف يا رامي. لا براحتك، براحتك طبعا. مشي موسيماني، مشي موسيماني ارتحت شويه. طبعا جه مستر جه الاول سواريش قعد كان بيحبك ملهاش علاقه بحب، انا عايزه يبقى فير. بلاش، كان محبك، كان مقتنع، كان مقتنع بيا، بس في الاول ما لعبنيش برضه على اساس انه جه على قديمه. بالظبط كده، وده حقه، ما فيش مشكله خالص. بالعكس بعد كده لما بدا بقى يدي اجازات للعيبه اللي كانت لعبه موسم لحمه موسمين مع ورا بعض، بدات انت تاخد اكتر، فبدات انا اخد اكتر. وحتى كان بيخليني اشوط ضربات الجزاء من كتر ما هو واثق فيا، وما ضيعتش غير ضربه جزاء واحده معاه، هو ما ضيعتش. لعبت ضربتين جزاء جبتهم، ماتش المصري وماتش سيراميكا. ضيعت في المباراه بس كسبناها. عمال اتحايل عليكم اقول لكم تعالوا لي بقى، موضوع مهم. يلا خليكم مع رامي بقى. ماشي، فانا مش هدف، بنحكي عن قصه هدف نهائي افريقيا، الاهلي والترجي، الضربه الركنيه، والهدف اللي الناس قالوا خبطت في رجلها. احكي لي شويه الجول ده. لا لا، ده قول كواليسه لاول مره. مبدئيا انا قبل الماتش حاسس ان انا هجيب جون. يا سلام، عندون الفرقه كلها، مراتي بتكلمني بالليل، رامي انت هجيب جون بكره. والله العظيم، والله. طب انت يا بنتي، انت سبت الفرقه كلها والمهاجمين باللعيبه، وانا اللي هجيب جون اللي في اخر الملعب. حلو، وكنت بقالي كتير ما جبتش جوان. أيوة، يعني ده جون بعد فتره كبيره جدا ما جبتش فيها جوان. يعني داخل في سنه مثلا ما جبتش جوان. يا نهار ابيض، فكانت فتره كبيره. فالجون انا بقول لحضرتك قصته حلوه في ايه، ان انا لعيبه الترجي ما شاء الله طوال. صحيح، يعني انا طويل بس اللعيبه اطول مني. اطول، وهما بيقفوا زون. ما بيقفوش مان تو مان، عشان الناس تبقى فاهمه زون. يعني بيقفوا صف واحد، ما بيمسكوش كل واحد مان تو مان، راجل لراجل. ده احسن لك؟
العب زون يعني ان هو يلعب زون المدافع احسن لي انا كمهاجم ان انا مش كده برضو ان انا بيديلك فرصه حريه إن شويه حريه ان انا اجي بحركة صح برافو عليك فقلت بعيد عن اكرم شويه يعني انت شايف اكرم لان هو واقف قدامي قريب مني جميل قوي قريب مني قوي فانا شفت اكرم ان هو يعني عايز يبعد عني وفي نفس الوقت انا عايز احطها انتوا نطرتونا نطره تانية خالص لماتش الترجي لكنه بس احساس حلو قوي احساس اظن ممتع. ده اعظم احساس في احساس ممتع ليه لان انا زي ما قلت لحضرتك بعد الاخفاقات قالوا لك بقى مراتك قالت لك انت هتجيب حست وقالت لي ان حد من اللعيبه قال لك هتجيب جول لا لا خالص لا 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 في الماتشات اللي زي دي بيبقى كل واحد واخد جنب وعمال يشوف ايه اللي بيفوقه احكي لي بقى احكي لي الماتش يعني احكي لي الكواليس الناس ما تعرفهاش هناك 0-0 ومباراه جميله بس كنا كويسين هناك قوي انا بقول لك مباراه جميله كنا كويسين قوي هناك انا بقول لك والله مباراه جميله وتمام التمام وكنا ممكن نكسب وبس على الاقل 0-0 هناك نتيجه طيب نتيجه جميله هنا طبعا انت عليك ضغط جماهير الاهلي بجمالها وحلاوتها والترجي فريق كويس قوي طبعا ترجي هجوميا كان فريق قوي وحارس مرمى ما دخلش في جون بقاله كان مش عارف كم ماتش يا كابتن 11 مباراه ما دخلش في جون ولد واعد ده معدل امان الله ما ميش طبعا خلي بالك احنا كلعيبه كنا عاملين نفكر فيها اللي هو لا جون كويس غصب عنك والجون غصب عنك احنا لازم نكسر الرقم ده احنا لما بنلعب فرقه او بنلعب حد انا كرامي لما بلعب على فرقه لا الفرقه ده مثلا يعني دخل جون قبل كده في الاهلي لا انا اركز اول الماتش ده عشان ما دخلش جون تاني عشان ابقى بحط لنفسي حوافز بحط لنفسي ان تارجت ان انا اوصل له فدي كنت حاططها في دماغي أو مش انا اللعيبه كلها لما بنتكلم احنا لازم نهدف فيه لازم نجيب جون لازم وكنا كلنا في المحاضره لما اتكلمنا اول 5 دقايق رجاله تفرق في اي ماتش في اي نهائي اول خمس دقايق الجون في الدقيقه 4 باين اول 5 دقايق بتفرق في اي نهائي حتى لو هيدخل فيك جون بعد كده بس هيبقى ليك الافضليه بس ان انت دخل فينا جون خرجنا من البطوله يا عم رامي بس بيبقى عندك احساس ان انت عندك الافضليه مظبوط عندك الافضليه انك خلاص انت قريب انك تجيب جون في اي وقت برضه لان انت كعبك عالي عليهم وفي ملعبك فانت بتبقى حاسس ان انت ايه انت اللي ماسك الامور برضه مين في الملعب شناوي كابتن الفريق بس طبعا. بحارس مرمى ورا شويه انت تاني كابتن في الفرقه في عمرو السولية احيانا بيلعب احيانا ما بيلعبش في محمد هاني محمد هاني ايوه مين بقى في الملعب في الاوقات دي بيتولى سواء مع الشناوي او معاك ان هو القياده في الملعب التوجيه لانه في التوقيت ده بيبقى مهم قوي يا رامي بصراحه يعني طبعا الشناوي بيبقى ماسك احنا مقسمينها خطوط فعلا مع كل خط في كابتن فرقه بنحاول نتكلم معاه ان يوصل المعلومه لان انت كويس. مع الجمهور مع الضغط مع الحاجات دي ما بنسمعش بعض فانت بتبقى محتاج ان انت توصل المعلومه بسرعه في وقت قصير لو الشناوي محتاج يوصل حاجه لنص الملعب رامي بسرعه قول لحد كذا كذا انا شايف من ورا لان الجون او حارس المرمى هو اكتر واحد طبعًا شايف من ورا طبعا بعدينا يعني احنا بعديه او بتيجي توجيه من المدرب الجهاز الفني او هو شايف حاجه في الملعب ده الحلو في ان احنا قريبين من بعض كلنا كلنا بنتقبل من بعض ان احنا نغير من طريقتنا بسرعه لا انت خلي بالك انت عملت ده غلط اللي قدامي بيتقبل ده فاحنا متعودين على كده فالشناوي بصراحه لما بيدي قرار بيديني او انا ادي مثلا لحد في نص الملعب يكلم حد في الفراوده لا لازم ينزل لازم نقفل بقى ما نضغطش بسرعه لان احنا كنا همنا في اول 5 دقايق تفضل طول الوقت ضاغط مرحله الضغط عليهم من فوق ان هم ما يلعبوش كره لتحت وفي نفس الوقت لو الفرود ينزل على رقم 6 ونسيب المدافعين يلعبوا براحتهم لما يلعبوا براحتهم مفيش خطوره فيقعدوا يباصوا لبعض طول الوقت يضيع وقت يا انما لو لعب للرقم 6 يبدا يوزع لهم ايوه مظبوط فاحنا كنا في الاول ضاغطين لغايه ما بتبقى طبيعي تتعب فبيبقى بيجي مثلا الشناوي يجي يقول لي رامي يقول لهم نرجع خلاص نقف تحت الكوره كلنا لكن حد غير الشناوي او انت او عمرو في لو حد شايف حاجه طبعا لا انا قصدي حد عنده الملكه بتاعه القياده اللي انت او هاني او الشناوي دول كباتن وعمرو حد تاني ممكن تلاقي عنده الملكه في عندك امبارح لما بيشوف حاجه بيقول لي يا رامي قول لي كذا 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 عشان نلعب مع بعض عشان بتحرك في كذا قول لي عندك مثلا لا في كذا حد وسام مين اللي ما بيسمعش الكلام يعني مين اللي مين في الملعب يا ابني اعمل كذا يا ابني في ناس كده يعني بتبقى في حاجه غريبه في امام اللي هو امام اكلمه يقوم متقبل ما يتقبلش الكلام الاقيه بيعملها اجي اقول له يا ابني طب انا كنت بقول لك كده يقول لي ما تقوليش ساعتها يقول لي ما تقوليش ساعتها عشان ببقى متنشن لا هو بس يعملها ويعملها وسام برده مثلا نفس الكلام وسام لما هو بيحب كل واحد يحمسه ما بيحبش مثلا انك تقول له انت غلطت في كذا لا حمسني لا انت كويس فده ده صريح يجي يقول لي يعني يجي بيني وبينه يقول لي رامي ما تقوليش مثلا انت ضيعت كوره ما تقوليش ليه كده انا ههمد
والله فدي لعيبه انت تحترمها لان هو فلازم تفضل تشجعه حتى لو ضيع حتى لو عمل حاجه غلط. في لعيبه كده ما بتجيش غير لا خلاص مش مشكله اللي جاي هتيجي. مين البارد بقى؟ مين القصه بتفرقش معاه؟ هو لا انا بارد بصراحه. انا بارد. انت بارد. ما بيفرقش معايا حاجه والله. لو كان فرق معايا كابتن كنت بطلت كوره. يا من سلام. كلام الناس من سوشيال ميديا من ناس مثلا شايفاني ان انا مثلا يا عم انا ما بعرفش العب ما تشجعش النادي طول ما انا موجود فيه الفتره اللي انا قاعد فيها. لو انت شايفني ان انا ما بعرفش العب ما اعمل له ايه يعني لما يتكلم يقول لي انت ما بعرفش تلعب؟ ما بتخشش في اشتباكات؟ لا خالص. لا سوشيال ميديا ولا لقاءات. بقعد اضحك وبقراه وبقعد اضحك والله العظيم. مراتي تقول لي انت ما بتسخنش مش طبيعي ان في حد مثلا ولا الهوا ولا الهوا اصل اللي بيتكلم ده هيعمل لي ايه؟ مش هيوديني النادي تاني يوم؟ هيمنعني من التمرين؟ برافو عليك. مش هيخليني العب؟ اتكلم يا عم انا ما بعرفش العب. خلاص. انا وحش. في ناس كانت تكتب انك لعيب وحش ايوه طبعا كتير لا كتير والله. ولازم كل سنه لو عملت سيرش مثلا على رامي ربيعه كل سنه رامي ربيعه بره النادي الاهلي يا نهار ابيض. الموسم الجاي هيتخلوا عن النادي الاهلي هيتخلى عن رامي ربيعه. طب يا عم اهلا وسهلا شكرا يا عم ماشي الموسم اللي بعديه بتقرا الحاجات دي وتضحك. هعمل لهم ايه؟ عقدي ساري في النادي بشتغل. فضلك قد ايه في عقدك مع النادي؟ المفروض الفترة دي يعني انا فاضل لي سنة 25 ففاضل لي سنة لسه يعني. اخرك 25 ان شاء الله. حصل معاك كلام على تمديد او حاجة؟ لا لا لسه انت لسه نهاية 25 لسه نهاية 25 ده قريب خلاص نهاية 25 بس لا لسه اتكلمنا برضو في تفاصيل كده شوية. 25 يعني انت في يناير ده؟ يناير ده بس لسه فاضل لي سنة. لا يعني يناير اللي جاي اللي جاي مش ده ان شاء الله. يعني لسه فاضل لك سنة بعد دي بعد اللي احنا فيها دي ان شاء الله. بس انت الامور ستيبل بالنسبه لك في النادي؟ لا لا ما عنديش مشكله خالص مع النادي حتى ما عنديش يعني ايجنت. لو انا بجدد مع النادي كل السنين اخويا اظن اللي بيتحرك اخويا هو اللي قريب مني بنتناقش في كل حاجه لان انا ما بحبش ان يبقى في وسيط بيني وبين النادي لو هجدد في النادي. بس مش عيب على فكره مش عيب بس انا وجهه نظري ايه؟ وكيل اعمال بقى ده احتراف يعني وجهه نظري ايه؟ والنادي ما يزعلوش في ده يعني. لا كلام حضرتك صح بس انا وجهه نظري ان انا يبقى معايا وكيل يجيب لي حاجه بره النادي بره مصر. انما لو هتكلم مع النادي الاهلي واقعد مع مسؤول مع النادي الاهلي طب وانا ليه اجيب وسيط ما بيننا؟ طب ما انا في الناشئين من زمان. في ناس بتقعد تتكسف في الفلوس شويه. لا ما فيهاش كسوف انت بتتكلم في رزقك وبتتكلم في رزق ولادك ورزق اهلك دي ما تتكسفش خالص ده شغل طبيعي فيها يعني طبيعي جدا والموضوع عرض وطلب وانت بتعرض وهم بيعرضوا والموضوع بتعيش احلى ايامك دلوقتي يا رامي يعني بعد اللي انت كنت بتقوله ده وبتسمعه ده رامي بره ماري مش رامي ايه دلوقتي. انا شخصيا انا بداتها مع ممكن يكون في زملائي انا متاسف جدا بس انا كل الناس بقول رامي افضل لعيب في مصر رامي احسن لعيب في مصر بس في حد سبقك يا كابتن قال لا ما اعرفش مين مصطفى ابن حضرتك مصطفى شوبير مصطفى قال لي من اول الموسم بس الكلام بينك وبين والله ما بيحكي لي اي حاجه انا عارف والله انا عارف هو عشان بيقعد جنبي في الاوضه دايما في اوضه اللبس في الماتشات في ماتش قبل ماتش جورمايا هو اللي قال لي جه لوحده كده قبل ماتش جورمايا قال لي اسم والدتك ايه؟ قلت له كذا فقال لي هجيب جول النهارده وهدعي لك باسم والدتك ده مصطفى شوبير جبت جول قوي عشان كده رحت له في الماتش بتاع جورمايا والله اللي هنا كان في استاد القاهره فرحت له عشان كده فهو قبل الماتش قبل الموسم فعشان كده بقول له حد تنبأ قبل حضرتك قال لي بصراحه رامي انت من ايام ما احنا كنا نلعب الدوري السنه اللي فاتت اللي كنا مضغوطين فيه ده ايوه اللي هو اللي جه في الاخر ده فهو جه قال لي ما شاء الله رامي انت مستواك ثابت كمل على كده وانا من وجهه نظري انا انت بالنسبه لي احسن لعيب في مصر دلوقتي. قلت له يا عم انا قلت له يعني حتى لو هو موجود يقول لك قلت له يا عم مش الدرجات دي هو في احسن احسن لعيب في مصر يبقى مدافع يا عم صل على النبي سيبها يا عم فانا مش من نوع اللعيبه اللي شكرت فيا هبقى شايف نفسي اتكلمت عليا وحش هبقى هيوقعني ولا بيفرق لي ده بس انت عارف انا بحب بس انت عارف انت رايح فين بالظبط كده ده اللي بتكلم فيه انا عارف انا عايز ايه وعارف انا امكانياتي ايه او عارف ان انا ايه غلطت فيه ولازم اصلحه فانا بحب كده. تعال نروح لفاصل يلا بينا ونرجع لان الحوار ممتع مع رامي ربيعه وعاملين له مفاجآت في تليفونات النهارده عاملين لحضرتك كمان مفاجآت ده السنه الحقيقه ده تاني لقاء بيني وبينك تقريبا ده تاني لقاء مع رامي بس انا على فكره في فرق كبير جدا بين اللقاء الاولاني واللقاء ده سنين لا مش هنتكلمش على السنين فرق كمان في انت هادي طول عمرك بس في التفكير في النضوج في القياده كلمه القياده هي دي اهم كمان دي حقيقه يا كابتن بشعر ان بقى قدامي قائد دلوقتي ما شاء الله الكلام انت عارف رايح فين وجاي منين وبطبيعتك برضو لم تتغير. خلينا نروح لفاصل نرجع مع النجم اللي منورنا كابتن رامي ربيعه حبيبي.
نيجي بقى جالنا مستر كولر، انفراجة كبيرة جدا للأزمة، ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجة. بدأنا بقى أركز في شغلي أكتر، أبتدي إن أنا في مدرب جاي جديد معرفش سين من صاد من عين، عايز يجي همه إن هو ينجح وأنا همي إن أنا أنجح. صحيح. فمصلحتنا واحدة إن إحنا نبدأ يبقى في فير، زي ما قلت لحضرتك أنا مش عايزه يحبني ولا عايزه يكرهني ولا عايزه يلعبني أساسي ولا عايزه عايز عدالة. بالظبط كده. نعم. أي لعيب بيعايز كده مش رامي بس. لا بس المدرب يحبني برضه بتبقى حلو. بتبقى حلوة، بس أنا عايزه يبقى في لو فير. حاجة وحش في رامي يقول لي أنت ناقصك كذا وأنا أصلحها عادي. كويس. فبدأنا ان انا اتمرن وكان هو في اهتمام منه كان برضو، باين كان باين شويه اهتمام منه بتاعه، والموضوع كان بالنسبه لي انا كنت حاسس ان انا بقرب وان انا بتحمس اكتر، مبسوط اكتر، بدوس على نفسي اكتر. فجأة عرفت ان انا يوم الماتش الاولاني بتاع بطولة افريقيا انا موقوف، مش كنت مطرود في الماتش بتاع الوداد المغربي اللي احنا خسرناه ايوه في الفاينل، صح. خدت كارت احمر وانا كنت على الدكه، عشان كنت عملت بحذف الكور بسرعه للعيبه عشان المغرب انت عارف الوداد بياخدوا الكور ويخبوها عندهم. فكذا مره اللاين مان شافني فبلغ الحكم، فالحكم جه طردني وانا من بره، فموقوف طبعا اول ماتش. فانا كنت حاسس ان انا هلعب، يعني كنت حاسس ان انا مؤشرات ان انا هلعب. فوجئت طبعا ان انا هو جه قال لي ان انت معاه مش ده الموسم معانا، اللي مش مع كولر اللي قبل هو كولر. لا انت دخلنا على كولر، سواريش ما اوكي. طولش قوي، لعبنا ماتشات معينه وقلت لحضرتك ان احنا ايوه بدا تمام. يدي راحه للعيبه وانا بدات اخد فرصه مع سواريش لما حلو ادي راحه للدوليين ماشي او اوكي. اللعيبه اللي بتلعب اساسي، فبدات العب انا. مشي سواريش جه بقى كولر ده انا الفتره دي بقى، فجه اتكلم معايا قال لي انا عارف انت قصدك الوداد اللي كسبناه وداد اللي اللي هو احنا 1-1 خسرناه، اللي هو الفاينل 2-0. فاينل بتاع 2-0. بس ما كانش كولر المدرب. لا ما كانش كولر، ما انا بقول لك كان كان لسه لسه موسيماني. موسيماني. انا بتكلم تمام على ان ده هو بقى اتطردت لما فيه. جه بقى هو ايوه عجديد تمام. على البطوله ده الجديده كمان الافريقيه، تمام. جه على البطوله الافريقيه وانت الجديده موقوف وانا بقى في القديمه البدايه. كنت مطرود منها اخر ماتش تمام اللي هي فما كانت مع بداتش. موسيماني. فهو اتفاجئ قال لي انا اتفاجئت ان انا مع اداريا ما حدش قال لي ان انت كنت موقوف في الماتش ده، وانا حتى نسيت حتى ان انا مش، فانت هتبقى مش موجود معانا الماتش ده يعني. نعم ما بدأتش. ما رحتش اصلا معاهم ما لان انا خلاص كده ما كده مطرود بدأتش. موقوف، نعم ما دخلتش السكور تاني بعد فتره بقى كبيره بقى. ياه فطولت بقى كتير، قعدت مثلا نص موسم مثلا بجد. بدخل العب ماتش واخرج لو حد مصاب، نفس السيناريو كده مثلا يعني. نعم قلت مش مشكله انا لسه خارج برضو من حاجه زي كده شبيهه، فانا نصبر لسه تاني. لسه قد التحدي ده، انا مبسوط بالتحدي ومبسوط بان والمدرب لسه جديد وبدا يكسب بالفرقه اللي موجوده، نعم فحقه انه ما يغيرش. لا نعم انا مدرب صحيح. بدات بتشكيله اغيرها ليه؟ ما صح بتكسب منطقي. انا كده باذي نفسي وخلاص. الفرقه اتعودوا على بعض واللعيبه حافظوا بعض، فمن مصلحه المدرب ان هو يثبت التشكيله، مش عايز رامي يلعب، بالعكس انا عايز. طب خلينا نقف عند دي. انا امبارح جربت حسين الشحات يبقى مذيع، ما ينفعش. قلت له كده عايزك تاخد هيئه المذيع كده يا نهار وايه ابيض، وقول ده الو وبتاع وخليك وتكسر حسين مذيع عزتك. ازاي؟ ازاي؟ انت شفت فيه ازاي؟ ايه حسين ده انا مش قلت شايف. اجرب يا عم رامي، قلت اجرب. فانا هنشوف فيك النهارده انت مذيع ولا لا. عامل تاخد معاك انت لقاء انت؟ المكالمه؟ لا خد المكالمه التليفونيه مكالمة كده بقى بصوت عالي كده وايه وسيطر على الموقف. ومعانا اتصال هاتفي ونقول ايوه يلا نقول الو. الو يا رامي يا حبيبي عامل ايه؟ قفشه رامي يا حبيبي ده صوته، عارف نبره صوته ده معروفه مميز والله العظيم يا كابتن، نبره صوته عالميه. ازيك يا قفشه حبيبي يا كابتن رامي، اخبارك اخبارك ايه يا حبيبي عامل ايه؟ حبيبي اهو مذيع ربنا انا يخليك بقى. يا حبيبي. مذيع شاطر. اخبارك ايه في الاجازه؟ زي الفل ما تقلقش كله سافرت تمام. البلد ولا لسه؟ حبيبي يا رامي، كابتن شوبير ازي حضرتك؟ مساء الفل يا ابو مالك. مساء الفل يا كابتن، ازي حضرتك النهارده عيد اخبارك ايه؟ ميلاد، عيد ميلاد مالك النهارده؟ يا كابتن كمل سنتين اهو. بسم لا الله ما لا شاء كل سنه الله وانت طيب يا قفشه ما شاء الله. كل حبيبي سنه وانت حبيبي يا طيب رامي، وهو كل طيب سنه يا وانت حبيبي. طيب. اظن اسعد فرحه بالنسبه لك يا قفشه. طبعا يا كابتن والله هو مالك، يعني من ساعه ما ربنا رزقني بيه وكل حاجه حلوه الحمد ما شاء لله، الله يعني ربنا يبارك خلي لك. بالك كابتن مختلفه قفشه، والدنيا قفشه مختلفه. بيقعد يوريني فيديوهات لابنه يعني من كتر ما هو متعلق بيه، ما يعني شاء الله. يقعد يوريني حاجات، يقعد مثلا مع بص بيعمل ايه بص، فدي فرحه يعني الخلفه بصراحه حاجه تانية بصراحه يعني، طبعا انت فربنا عندك يبارك لك عاليه. فيه. عندي عاليه داخله برضه في سنتين اهي مش كده؟ داخله في سنتين. قربت. بس ابعد ابنك عن بنتي يا قفشه. لا ما تقلقش يا رامي، في تمرين السباحه بشوفهم هما الاثنين بيبقوا مع بعض. لا لا ملك محترم ما تقلقش، متربي يا رامي. ازيك يا قفشه؟ حبيبي يا كابتن احمد، ازي حضرتك؟ مبروك الـ يعني الحقيقه الاصرار
والنجاحات، لانه برضو قفشه عانى بصراحه يعني. لسه بقول لحضرتك بصراحه مؤثر يعني جدا مباريات. قول اتفضل. لا على طول قفشه بنتكلم مع بعض. في الحته دي ان هو بصراحه بيشتغل كويس قوي يا كابتن يعني. من الاوائل الناس اللي بيجوا النادي يشتغل في الجيم. محافظ على نفسه، محافظ على اكله، مركز طول الوقت انه يلعب ما يلعبش. والله العظيم يا كابتن يعني قاعد مركز. حلو. يعني بيقعد احلى حاجه في قفشه ان هو بيقعد بيحط سيناريوهات للماتش قبل الماتش. والله انا لو نزلت هبقى مركز في كذا، ولو ما نزلتش هبقى تاني يوم في تمرين احاول اركز في التمرين عشان اعمل كذا. فبصراحه شخصيته مركز قوي في الماتش. بجد تسلم يا حبيبي، ربنا يخليك. لا مش بجاملك والله قفشه، دي حقيقه والله بجد. انت بتعمل كده فعلا، انا مش بقول حاجه مش فيك. قفشه اكتر مباراه كنت قاعد فعلا زي ما بيقول رامي كده، حطيت لها سيناريوهات ونزلت حصل. هل نهائي الكاس امام الزمالك، هل المباراه الاخيره اللي قفشه بينزل بيغير من شكل الفرقه وشكل الملعب وشكل الاداء؟ والله يا كابتن احمد يعني الحمد لله الواحد دايما وانت قاعد على الدكه، انا قلت قبل كده، بيبقى عندك لو انت لعيب بتبقى مركز او حاسس بالماتش او بتتفرج على السيناريو في الملعب زي ما رامي بيقول. دايما بيبقى في اخر ربع ساعه او ثلث ساعه دايما الفريق اللي بيلعب قدامك بالذات وانت بتلعب في الاهلي، فريق بيتعب ذهنيا وبدنيا. فانت لو نازل مركز او نازل جاهز ان انت تجري او ان انت تباصي او ان انت تعمل كذا كذا كذا، كل ده هيفرق معاك. ممكن انت تحقق حاجه كويسه اصلا في ربع ساعه او ال 10 دقايق. صحيح صحيح. فممكن يكون ربنا بيكتبها لي انا في حاجات كويسه، ان انا اعمل جون او اجيب اسيست او في الماتشات المهمه، عشان زي ما رامي قال لحضرتك انا دايما بتعب، دايما بحب يعني دايما انا بحب شغلي. بحب شغلك. يعني ما عنديش حاجه غيرها، فبسيبها بعمل لها كل حاجه في حياتي يعني. يعني حتى في الاجازه انا دايما بتمرن ودايما يعني انا ما بحبش الاجازات اصلا طول ما والله. في ماتشات يعني في الاسبوع الاجازه ده بتعمل ايه؟ لا انا بتمرن كل يوم بتمرن. بتروح النادي ولا بتمرن بره؟ لا انا عندي في البلد، انا قاعد في البلد بتمرن وعندي مع الكابتن محمود حمدي اللي كان عندنا في في النادي الاهلي في الجيم، بروح اتمرن معاه على طول دايما. يعني ممكن اخد يوم اجازه واتمرن ثلاث ايام واخد يوم اجازه واتمرن ثلاث ايام واخد يوم اجازه دايما. يعني دايما معايا مع دكتور التغذيه بتاعي ومعايا مع محمود حمدي بره، دايما بظبط الحاجات دي كلها لان انا ما عنديش غير ده، فده شغلي يعني. قفشه يعني رامي بالتاكيد ليه دور في اللعب. رامي هو القائد من ورا يعني، عندك شناوي كابتن الفريق، هو بقى اللي في الملعب رامي بيبدا يشتغل معاكو، بيبدا يظبط الدنيا معاكو، وانت لعيب في وسط الملعب مهم. احكي لي شويه على التعاون اللي بيبقى بينكو وما بين بعض. والله يا كابتن احمد بص، انت عارف حضرتك انا مكاني يعني البوزيشن اللي انا بلعب فيه في الملعب مكان مهم جدا، اللي انت يبقى ليك لينك مع اللعيبه كلها. مظبوط يعني حتى مع الجول، لو الجول معاه كوره لازم. انا واحد من الناس طبعا اللي بحب رامي جدا وهو عارف على المستوى الشخصي يعني. نعم. دايما يعني في اي حاجه بره الكوره بنسبه كبيره بقينا مع بعض دلوقتي على طول. نعم. هو رامي كان دايما وهو ما بيلعبش ساعات بيبقى زعلان وده حقه طبعا، لكن نعم. بيتمرن بيبقى موجود في النادي ما بيعملش مشكله بتاع. فدايما ربنا بعد الصبر وبعد التعب مستحيل ربنا ما يكرمكش. نعم يعني. فهو بصراحه كان ملتزم يعني. حتى هو الفتره اللي هو فيها دي انا مش مستغرب منها ولا 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 شايف ان دي حاجه حلوه لرامي، لا بالعكس ده الطبيعي بتاع رامي. نعم يعني هو رامي اصلا من زمان هو مساك كبير ومساك مختلف. ايوه. ولعيب مختلف، عنده امكانيات ما شاء الله يعني. لعيب كوره، راجل طويل بيلعب بدماغه كويس. صحيح. بيلعب، انا اسف يعني في اللفظ اللي اقوله، بارد جدا في الملعب. هو اللي قال، هو اللي قال انا بارد، هو اللي قال مش انت اللي قلت. هو ده مهم يا كابتن احمد، ده مهم يعني. لا انا بقول اسف في اللفظ عشان المشاهدين يعني وكده. بس لكن احنا بتوع الكوره نفهم الحاجات دي، فده مهم. فهو اللي هو بيعمله ده الطبيعي بتاعه. صحيح. بالنسبه للي حضرتك بتقوله، قفشه من اللعيبه اللي انا لما بلعب او هو قبل ما بينزل، اول ما ينزل يقول لي بص عليا. ليه؟ لان انا من ورا انا شويه بحب اشوف بين الخطوط. ايوه. وقفشه اكتر لعيب بيحب يتحرك بين اللعيبه. حلو. بياخد بوزيشن. بيقف في حته بتبقى لو بصيت له الباص صح ينقل الهجمه تماما، بتبقى متاكد انه هتصرف فيها صح، وببقى متاكد حتى. وهو نفسه بيقول لي، هو معاك اهو دلوقتي بيقول لي اديني الكوره حتى لو ورايا اتنين بس اديها لي في رجلي جامد. والله والله العظيم يا كابتن. اكتر واحد يعني
اساله يعني بينزل الماتش، هما الكلمتين دول اللي بيقولوا لي رامي انت بتلعب كره من تحت، بص لي. ساعات بيتخانقوا معايا عشان بفضل اطلب منهم الكوره. ما هو مش طول الوقت برضه، ما انا مش هفضل باصص غير على غير عليك. لا ما انت لازم تبقى شايف مين اللعيب اللي قدامك وتديله رامي. ايوه فكان بيبقى عيني دايما على قفشه بياخد بوزيشن حلو، فبدي له الكوره في وسط حتى لو ثلاثه. ما في مطمن، بيعرف يلف، بيعرف يبص كويس، بيعرف ياخد الاماكن الكويسه. حتى لو في وسط العبه له طويله بيبقى واقف، هو بيقول لي بص عليا. فدي بيبقى في لينك بيني وبين قفشه طول الوقت. لما بينزل ببقى في كور كتيره بنبقى مضغوطين ساعات. والله يا كابتن شوبير ببقى بس ببص لقفشه في ماتش، فاكر ماتش سيراميكا اللي كان في السوبر؟ اللي كنا مضغوطين الاخراني ده. مضغوطين مضغوطين مضغوطين، هو خد مكان حلو قوي، ما طلعناش بكوره غير الكوره دي. كنا مضغوطين طبيعي في الكوره، كنا مضغوط. هي دي اللي جت كورنر وجت، هي دي اللي جت الكورنر اللي جت جول. الكوره الوحيده كنت انا خدتها، وهو اتحرك حلو قوي بين اللعيبه في نص الملعب، قمت مديها له جامد. لف بيها انبصاها الناحيه الثانيه، باصت طلعت ضربه ركنيه، طاير جابها جول. فحل هو عنده حلول، ان هو عنده الملكه دي. فهو بس بيبقى محتاج ان حد يبص عليه في وقت اللي هو بيتحرك فيه صح. قفشة كنت عايز اسالك الحقيقه، ان مثلا لما جت مباراه السوبر الاخيره وبحسب مين اللي هيشوط ضربات الجزاء، فلقيتك رقم واحد. خلي بالك هو اللي طلب، انا عرفت ان هو اللي طلب، ما انا اتخضيت يعني. انا وانا قاعد بتفرج والله، فلما لقيت قفشة رقم واحد فانا قلت والله العظيم قفشة هو اللي طلب يبقى رقم كان واحد. كان السولية رقم واحد، جه قال لي يا رامي انا عايز اشوط رقم واحد، وخلي قمت رايح للسولية. قال لي السولية قال لي ما عنديش مشكله خالص. رحت قلت للراجل احكي لي بقى. احكي لي ازاي. هو احيانا كمان بيبقى المدرب بيبقى عنده ورقه ومجهز مين مثلا اللي هيكتب الكلام ده. حتى ده اللي حصل معايا في السوبر الافريقي. ايوه اللي انا كنت عايز اشوط، لكن كان محطوط الاسامي الناس اللي هي بتشوط من واحد لحد مثلا 7 8. ما كانش اسمك فيهم؟ لا، ما هو انا عشان كنت قاعد بره، طبيعي الناس اللي بتبقى في الملعب هي اللي بتتحط الاول. مزبوط. لان انا كنت قاعد بره. فهي الاسامي محطوطه، انا لو كان جه عليا الدور كنت اشوط. انا بالزبط. حتى في السوبر افريقيا كنت نفسي اشوط الاول، لكن اللعيبه كلها كانت كويسه، ورامي حتى قال لي انا يا دوب كنت لسه نازل، والبعض بقى بدا يقول مين اللي هيسدد مين اللي هيشوط. هل هنا مستر كولر هو اللي اختارك يا قفشه؟ بص يا كابتن، في نظام احنا ماشيين عليه. بيبقى كابتن الفرقه لما تيجي ضربه جزاء، بيبقى كابتن الفرقه بيروح. حتى لو تلاحظ هو المفروض الشناوي، بس ما بيروحش للجون. بكل ده. لو جبت الكره، لو جبت الكاميرا على كولر، هتلاقي لازم اي ضربه جزاء انا لازم اروح له. ونتناقش لو هو يختار مين، وبعد كده انا اقول. فانت رحت له ضربه جزاء؟ ماشي. في اي ضربه جزاء بتحصل طبعا، لان الشناوي في المرمى بعيد قوي عن الجون، مش صعب طبعا. فبيبقى تاني اللي بعديه. كولر بيقول انت اللي تشوط. كانت مفاجاه كويسه. كانت مفاجاه طبعا. انا حسيت احساسي مفاجاه طبعا يا جدع، مفاجاه مليون بالميه. انا احساسي يا قفشه انه الراجل عايز يقول لك انا بحبك وانا بقدرك، ويمكن الظروف اللي خلتني انزلك متاخر، وقمه التقدير ليك بقول لك انت عشان تبقى مشارك في هذا الاحتفال انك سدد ضربه الجزاء. جات يبقى تحتفل وتفرح، حتى لو ما جاتش مش هتبقى مؤثره. صح. بص يا كابتن شوبير، انا طلعت مع حضرتك لو تفتكر من 4 سنين، قبل ماتش نهائي القرن ايام الكورونا. كان وشي حلو عليك يا قفشه. طبعا كان وشي حلو عليك يا قفشه بفضل الله. عقبالي يا قفشه، عقبالي حبيبي يا رب. بص يا كابتن، انا دايما وبقول الكلمه دي دايما في حياتي، انا اقسم بالله ما عندي مشاكل مع حد خالص، ولا لعيب ولا مدرب ولا انا ما عندي مشكله. انا راجل بتاع شغل، انا راجل بتاع شغلي، فلما بتعب بحب بس اخد حقي مش اكتر. ده صحيح يا كابتن. نعم. بس لكن انا ما عنديش مشكله خالص مع المدرب. هو راجل محترم وانا بكن له كل احترام، وفي بيننا وبين بعض احترام، وفي بيننا احترام متبادل جدا جدا جدا. لكن هي انا بالنسبه لي مشكلتي الوحيده في الملعب، انا ببقى عايز بتمرن وبعمل كل اللي عايز، فببقى عايز اخد بس حقي مش اكتر. لكن اي مشكله غير كده لا، ما عنديش مشاكل خالص تماما مع اي حد. بس هو راجل تنحف. فدي نقطه مهمه حضرتك اتكلمت فيها وانا بوضحها. حلو. انا قفشة ما عنديش اي 1% مشكله مع حد، كل مشكلتي في شغلي بس. قفشة يا رامي، في حاجة كده كوميدية شوية. قول يا رامي خير. لا مش هقول لك على، في حاجات تانية كتير، بس هقول لك على حاجة في الملعب. قفشة كل ما ينزل، لو ما بينزل الشوط التاني أو حاجة، وفي بينزل والدنيا مكهربة ومعقربة، حتى لو مش والراجل بيغير شكل المباراة، وبعدين أنا نفسي احتياطي تاني ماتش برضه. لا لا ما حاجات جاية، أصل قفشة عارف إن أنا بحبه يعني. مالناش دعوة. لا مالناش دعوة، كمل يلا. أنا بتكلم في حتة كوميدية كده. في مرة كان نازل في ماتش، معرفش في أفريقيا باين، مش فاكر كان ماتش إيه، واحنا تعبانين ومضغوطين وعاملين نجري، وهو يعني كان فاضل الحكم مدي 5 دقايق او 3 دقايق وقت ضايع. فجاي بيقول لي يا رامي روح اكلم الحكم يزود الوقت. انا عايز اخلص مش قادر.
عايز العب اكتر، عايز العب اكتر. قلت له انا اروح للحكم اقول له زود وقت واحنا مضغوطين. ده عليك يا رامي. يا كابتن احمد، نعم، في ماتش العين كده انا نزلت الدقيقه 87 صح، فعمر كمال ركز كده لو عدت اللقطه دي هتلاقي عمر واقف على الخط مستنيني وانا نازل. ايوه هتهنى. بقول له، بقول لك ايه يا عمر، فاضل دقيقتين طلع الحكم بسرعه عشان انا ما بعرفش اتكلم انجليزي. بقول له اديني 10 دقايق. كل ماتش يبقى عايز يزود الوقت. اتكلم جد ولا تهزر؟ والله بجد. لقيت عمر بيقول لي، لقيت عمر بيقول لي ولا انت عبيط كسبانين. قلت له بالظبط يعني بيضغطنا اكتر واحنا عايزين وانا بقى تعبان. يا ابني عايزين نلعب، انا نازل دقيقتين فالحكم يا ابني انا تعبان ورا، انا تعبان عايزين نجري. انا عايز اخدها منك يا رامي، انا عايز اخد الكوره. طب انزل اقف جنبي وخدها مني بعد كده. لا احنا عايزين قدام، احنا دايما افشل قدام برضه. افشل الحقيقه بصراحه. هجيب لك لقطه عمر كمان. لك يا افشل، هو انت لو نزلت خمس دقايق ومحدش اديك الكوره هتعمل ايه؟ قلت له لا هلف على الفرقه كلها خدها. قلت له انا هستنى لما هو بيحب الكوره الجديده. هو بيحب الكوره الجديده. انا افشل يعني الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى. يعني مثلا ماتش الزمالك في نهائي الكاس تنزل وقت قليل، جاب جون، صنعت هدف رائع وجبت هدف اروع. الماتشات برضو كتيرة، ماتشات في الاخر برضو بيراميدز كلها ماتشات بحس انه ربنا سبحانه وتعالى عايز يكافئك يا افشه. يعني بيقول لك انا معاك وشايفك وشايف قلبك. وبالتالي وماتش سموحه كابتن لما نزل ماتش الحسم بتاع الدوري السنه اللي فاتت، نزل اول ما نزل جاب جون بدماغه. وجون سموحه برجله، برجلك سيراميكا اللي كان بدماغه، سيراميكا اللي كان بدماغه كابتن خطيب دي بتاع سيراميكا اللي كان بدماغك. هاتوا لنا جون سموحه لانه كان من الاجوان الحلوه. كان برجله ولا بدماغه؟ لا سموحه كان برجله، هو اول ما نزل استلم وحطها خدها كده بتاعت بيبو وراح حاططها. لكن بتاعت سيراميكا اللي كانت بدماغه لما كانت برضه كنا دخلنا في الوقت الضايع. حاجات كابتن خطيب ده هجيبها لك دلوقتي ونقول لك. جميل والله، بس ما حدش واخد باله من حاجه. لا لا كلنا واخدين، كلنا واخدين بالنا. اغلى 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 جون يا قفشه بالنسبه لك، غير اتكلم على القرن شويه وقول اغلى جون تاني. جون الزمالك برضو اللي في الكاس، اللي في الكاس. ده جون من الاجوان اللي انا بحبها جدا، لان جون صعب وفي فنيه وفي ريسك جامد جدا. صحيح، ما هو يعني ما تتحطش، ما تتحطش من هنا ببطن الرجل خالص. بالظبط، لان انا شايف كمان الجون كان ورا الناحيه الثانيه فالرجل مفتوحه، فدي صعبه. دي الوحيد اللي بيعملها في العالم يا كابتن، اثنين دي بروين وميسي. وقفش صعبه جدا. دي بروين انا على طول في السنه وبجيبها جون الحمد لله. بتاع كايزر تشيفز، كايزر تشيفز 3-0 3-0 جاب كونه هو والسوليه كده. هو والسوليه. وفي جون برده في العشره، في الدوري العشره اللي خدت فيه احسن جون في افريقيا. انا سنتين ورا بعض الحمد لله خدت احسن جونين واحسن لاعب في الفاينل. ما شاء الله ما انت ما شاء الله. الحمد لله في جوان كتيره. في جون الهلال في الهلال برده البطوله التاسعه برده لما ده واحد واحد ده واحد واحد قفشه واحد واحد. قفشه فاكر الماتش ده كنا بنموت يا كابتن نسر. لا الماتش ده انا شفت الفيديوهات اللي بعد المباراه. يعني انت فاكر الجون اللي اتلغى اللي جه فينا وكده؟ الاوفسايد 92 اتحسن احساسنا يا كابتن. انا خرجنا من البطوله، انا وقعت. انا بقيت حاسس ان انا مش هخرج. مساعد كان شجاع جدا والحكم كان اشجع. الحمد لله التسلل كان واضح، بيدينا على قد نيتنا في الاخر وتعبنا ومفيش حد بيبقى عالم بحد ولا حد شايف حد يوصل فيه غير ربنا سبحانه وتعالى. قفشه فاضل قد ايه في التعاقد مع النادي الاهلي؟ لا يا كابتن لحد ما اعتزل في الاهلي. لحد ما اعتزل هم اصحاب القرار. يعني انت ما يعني فكره انه كان البعض قال لك وقفشه وبيفكر وغضبان وزعلان والكلام ده. لا عادي يا كابتن، في طبيعي اي لعيب كوره مش هيلعب. وانا من الناس يا كابتن اللي دايما اقول طول ما انا ما بلعبش انا هبقى زعلان، بس زعلان طبيعي، بس في شغل. نعم، زميلي مالوش ذنب اللي بيلعب مكاني او اللي ما بيلعبش. زمايلي كلهم مالهمش ذنب، انا راجل بتمرن وبعمل اللي عليا وصاحب القرار المدرب. نعم، لكن انا في النادي الاهلي لا، انا عمري ما انا قلت قبل كده وقلت للكابتن سعيد، قلت انا ما شاء الله قال لي اوعى تمشي من الاهلي. قلت له لا انا مش همشي من الاهلي، انا قاعد لحد اخر يوم في عمري ان شاء الله دايما. انا بس موضوع التجديد ده يا كابتن ما فيهوش كلام يعني. ده بس العقد فاضل له قد ايه برضه؟ ده فاضل لي سنتين. انا بس انت مكمل. اسالك بقى عن هدف نهائي القرن، لانه ده بص التاريخ هيروح ويجي يا رامي. طبعا كتير قوي قوي. وفي اهداف خالده طبعا منها او على راسها او من ضمن العشر اهداف الخالده في تاريخ النادي الاهلي هدف نهائي القرن الاهلي في الزمالك قفشه الدقيقه 87. احكي لي شويه. والله يا كابتن احمد بص، يعني دي حاجه من الحاجات اللي دايما يعني الحمد لله يا رب. يعني ممكن بعد الجون ده الواحد حياته اتغيرت كتير جدا. انت كنت حاسس انك كنت هتجيب جون قفشه اصلا الماتش ده؟ انا في الماتش ده انا كنت قايل لناس صحابي كتير ربنا يكرمني في الماتش ده واجيب جون. بس ما كنتش اعرف يا رامي ان الجون بالتوقيت ده ايوه بالطريقه دي وبالجمال ده. نعم،
بالظبط يعني. خد بالك يا رامي الجون صعب جدا. احنا خسرنا السوبر الافريقي، السؤال ده لرامي الاول وبعدين ليك. خسرنا السوبر الافريقي، بعدين كسبنا السوبر المصري، وبعدين كسبنا العين. بص يا كابتن، يعني انا شايف ان الخساره بتديك دافع انك تحقق بطولات. نعم. مش معناه ان انت ليه تبدا بخساره، ما انت في ايديك انك تكسب، بس هي الظروف في الكوره بتبقى متغيره. زي ما قلت لحضرتك، انت بتبقى عايز تركز انك تحقق او تعوض الخساره اللي انت عملتها. دي لما بتفوق، لما لو انت مش مفايق ممكن ما تحققش حاجه بعديها، ممكن السكينه بتسرقك زي ما بيقولوا. بس دي فوقتنا بصراحه وقعدتنا مع بعض كلعيبه، واتكلمنا مع بعض فيها ان احنا لازم نجمع بعض تاني ولازم نكمل الموسم، عشان احنا بنبقى قبل الموسم بنحط كام بطوله ليك في الموسم السنه دي. ايوه ايوه. هتاخد منها كام وهتروح منها كام؟ دلوقتي احنا لعبنا ثلاث بطولتين، ثلاث بطولات، خسرت بطولة وكسبت اثنين. بالظبط كده. نعم. فانت محقق رقم كويس في البدايه، فبتحاول تكمل عليه. احنا كلعيبه بنتكلم ان احنا حاطين هدف لنفسنا. نعم. انك بتوصل لرقم معين من البطولات ده بتبقى بتحقق بتوصل النادي الاهلي للمرتبه اللي هي الطبيعه بتاعته. وفي نفس الوقت انت كلعيب بتزيد شهره وبتزيد صحيح. انجازات في النادي الاهلي. صحيح صحيح. طيب قفشه كابتن. نعم. والله يا كابتن بص، يعني رامي قال كل حاجه. مش عايز اطول على حضرتك، عشان عايز رامي يبقى مع حضرتك في الحلقه براحتك. اتفضل اتفضل. بص، هي السنه دايما بتبدا يا كابتن بتبقى صعبه، لان انت عارف حضرتك بنلعب ماتشات كتير وبنلحم. صح. فبيبقى الفتره طويله واجازتنا قليله. نعم. فلما بنرجع دايما يا كابتن بتبقى فتره الاعداد، الاعداد قليله جدا. فانت بتبقى لسه مش جايب لياقتك البدنيه 100%، مش جايب الحته الفنيه 100%، مش جايب كل الحاجات دي كلها. فلما بتتفاجئ في اول السنه ببطوله، نعم، بتبقى الماتش طبعا 50-50 وكل حاجه، بس بتبقى صعبه جدا لان في اول الموسم. فهي طبعا انت عارف عشان سوبر افريقي وامام النادي الزمالك وخسرنا، فدي طبعا بتبقى مش حلوه وبتاع. بس الحمد لله ربنا عوضنا بعدها ببطوله ثانيه. صحيح. وبطوله ثانيه بتاع الماتش العين. نعم. وان شاء الله السنه، لسه السنه طويله، عندنا السنه دي دوري افريقيا وعندنا كذا بطوله وكاس، عندنا حاجات كتير، فربنا يكرمنا. ده اللي حصل معانا السنه اللي فاتت. نعم. وانا دايما بقول كلمه كابتن احمد، وبقولها دايما وافضل اقولها لحد اخر يوم في حياتي. لما الاهلي بيقع او بيحصل له حاجه، بلاش حد يستفز الاهلي، لان دايما الاهلي بيرد في الملعب وببطولاته. يعني ده صحيح. خروجك من المنتخب، ان حسام خدك، كابتن حسام خدك في البدايه، والكل توقع استمراريتك حتى لو ما بتلعبش، لكنه فوجئنا في اخر اختيارين ثلاثه انت مش موجود في المنتخب. والله يا كابتن احمد، يعني انا مش عارف ايه الاسباب. مش عارف ايه الاسباب، لكن انا بحترم ده جدا، ودايما بقول لو المدرب مدير الفني بتاع المنتخب محتاجني انا موجود. مش محتاجني، ما عنديش اي تعليق ولا بتكلم ولا بكتب ولا الكلام ده كله على الحاجات دي، لان هي في الاول وفي الاخر وجهه نظر وانا بحترمها. نعم. صحيح. بس فانا بتمنى للكابتن حسام التوفيق والكلام كله، وبتمنى للعيبه الخير، ربنا يكرمهم. انا حتى من فتره كده كنت عايز اعرف ايه الاسباب، حتى رامي كان مع حضرتك. نعم. انا سالت رامي، بس مش مهم نقول ايه اللي حصل يعني. بس لكن انا دايما جاهز في اي وقت، موجود المنتخب يقول لي تعالى انا موجود، وهنلاقيك في كاس العالم باذن الله. باذن الله. باذن الله. قفشه وامام عاشور، قفشه وامام عاشور صعب يلعبوا مع بعض فعلا؟ صعب. يا كابتن ده برشلونه كان بيلعب بنيستا وتشافي وبوسكيتس. يعني ده مودريتش كان بيلعب هو كازيميرو وتوني كروز. طيب يعني وجهه نظر يا كابتن، لكن احنا لو لعبنا مع بعض طبعا الشكل يبقى مختلف. الشكل مختلف طبعا. طبعا لما لعبوا هجومي، ما انا عارف، انا عشان كده بسال السؤال. فرقوا احنا في النادي الاهلي يا كابتن، الناس اللي بتدافع علينا مش احنا اللي بندافع على النادي الاهلي. بتحب يبقى امام جنبك في الملعب؟ طبعا. فرقه الكوره طبعا يا كابتن، لما في لعيب الكوره كتير في الملعب بتفرق. نعم. ده صحيح. بتفرق، بتلعب كوره، وانت عارف امام كمان من اللعيبه الكبيره ومن لعيبه. نعم. حتى انا سمعت حضرتك امبارح بيتكلم عليا وبتاع. ايه بقى، ايه قصه الاحتفال بتاع رونالدو ده؟ بص يا كابتن، الاحتفال ده انا خلاص بقى بتاعي، وانا هعمله فين؟ قال لك خلاص الاحتفال بتاعي خلاص، يعني رونالدو لا انت بقى. لا، رونالدو اللي رونالدو بيقلدني. يعني ما بقلدش حد بس. صح. احنا اصلا انا شايفك وانت في الناشئين في انبي كنت بتحتفل الاحتفال ده يا قفش. لا لا لا، الكذب ده مش هستحمل ده. انا ماشي يا عم بالكذب. كابتن احمد ليك عندي عشوة يا كابتن. لا لا، انا شايفك، انا مسجل الماتشات دي وكنت بزعق ايام دريم كمان. لا احنا في مصر
وبص لنا مالك وبالتوفيق دايما يا حبيبي. سنة وانت طيب يا كابتن ومبسوطين مع حضرتك ومبسوط طبعا بالتوفيق يا رامي وان شاء الله هحب اشوفك على خير. كل سنه وابنك طيب يا حبيبي. كل سنه وطيب حبيبنا قفشه. بشكرك يا حبيبي. بشكرك يا قفشه. شكرا جزيلا. تعال ناخد شويه اسئله السوشيال ميديا قبل ما نطلع فاصل. يلا يا كابتن. مبسوط مرتاح في الحلقه ولا مش مرتاح؟ طب جميل الحمد لله. بيتر ده حبيبنا على تويتر. مساء الفل يا كابتن. مش سؤال بس رساله حب وتحيه لرامي على رسم صوره مثاليه لابن النادي اللي انا كمشجع احب اشوفها بالتوفيق اللي جاي ربيعه وعايزين موسم عالمي زي اللي فات. اظن دي رساله تفرحك. بتديك الثقه بتديك انك زي راي بيتر كده للاحترام طبعا بيديك الثقه ان انت تكمل على اللي هو شايفه. نعم. فبتكمل على ده عشان اديله الثقه اكتر واخليه فرحان بالنادي بتاعه. جميل شكرا بيتر. ما بعده سامح مش كده؟ سامح عوني. سامح عوني. تحياتي لكابتن شوبير. بعد اذن حضرتك كابتن رامي. رامي رجوله. رامي رجوله دي طلعها ايمن الكاشف. رامي رجوله صح كده؟ جميل. ايمن بيعرف يطلع القاب حلو. امبارح برضه بسال حسين الشحات قال لي هو اللي طلع عليا النينجا. رامي رجوله عمل الموسم اللي فات والموسم ده حتى الان بشكل اكتر من رائع. نتمنى ان يستمر على ذلك ويبعد عنه الاصابات. برضه رساله اشاده. حبيبي يا سامح ادعي لي بس الاصابات تبعد عني اهم حاجه ان شاء الله. طيب اللي بعده سلمى صح؟ سلمى سويلم. سويلم. كابتن شوبير كل الشكر والتقدير لبرنامج حرس الاهلي النقل لبرامج الرياضيه في مكانه مختلفه. بشكرك. رامي ربيعه اصبح عندنا صخره جديده بعد اعتزال صخرتنا الكبيره. وائل جمعه اول ما تشوف اسم رامي في التشكيل اطمن على المباراه. محدش عايز ينقدك، محدش عايز يسألك، كل الناس حباك. بالعكس ده جميل. الانتقاد ده حاجة حلوة. بس جميل ربنا يدين ده. لا سلمى لا كتر خيرك. بس كابتن وائل جمعة في حتة تانية طبعا. بطولات مع المنتخب وبطولات مع النادي صخرة فعلا. لا ما شاء الله عليه. أنت صخرة بسم الله ما شاء الله. اللي بعده. طيب عاطف الصعيدي الأهلي العشق. مساء الخير والسعادة عليك كابتن شوبير وعلى ضيفك المحترم الخلوق كابتن رامي ربيعة صاحب 6 ألقاب دوري أبطال أفريقيا. ما شاء الله. لو جالك عقد ضعف عقدك الحالي مع الاهلي من الزمالك او بيراميدز هتوافق ولا هتكمل مع الاهلي؟ انت لسه مجاوب على نفسك فوق يعني. يا عاطف يعني فوق انت كاتب صاحب الست القاب. اروح لنادي انا اكتر واخد بطولات اكتر منه او اروح لنادي مش عارف احقق فيه بطولات النادي الاهلي. مش حاجه تقل من الانديه الثانيه. بالعكس بالعكس ده بالعكس. احنا بنفرح كلعيبه لما نادي الزمالك يبقى فيه منافسه. نخسر ماتش نكسب ماتش الكوره بتبقى ليها طعم. دي حاجه حلوه عامه لما الزمالك ولاعيبته طبعا ليهم كل التقدير والاحترام. لما نخسر ماتش يبقى في حافز يبقى يعني. شفت انت لما خسرنا مثلا ماتش السوبر الافريقي مفيش اي حاجه خالص. بالعكس انت بيبقى الناس كلها بقت مستنيه نتيجه الماتش اللي بعده. صحيح. بقى في حماس بين الناس. بقى في حماس بين كنتوا محظوظين انه بعدها بكام يوم كان السوبر المصري. دي حقيقه. بقى في حماس. خلى الحماس عندكم. الحماس وعندنا وعند قعدتوا مع بعض قلتوا ايه؟ انا هروح لفصل بعد الرساله دي. قعدتوا مع بعض قلتوا ايه؟ انت خسران من الزمالك من خمس ايام بالظبط. من خمس ايام. وربنا سبحانه وتعالى بيديلك الفرصه تاني. الفرصه تاني انك ترد اعتبارك. بالظبط. احنا قعدنا مع بعض ان احنا انت كنت نازل بثقه جامده قوي في ماتش الزمالك. بثقه جامده. يعني انت واثق في نفسك. ان انت برضو خارج وصلت موسم حلو. وصلت لمرحله غرور؟ لا لا ما توصلش للغرور لان ما فيش غرور خالص. بس احنا كنا بنتكلم ان احنا لازم نفوق نفسنا. دي رقم واحد. تفوق نفسك بمعنى انك كل واحد شايف اللي ليه واللي عليه يعمله في الملعب بس. مش دعوه زميله شايف ايه. زميله عايز ياخد قرار. ركز في نفسك. ركز في ادائك. مالكش دعوه بالخصم. بس المباراه دي هربت منكم بكل المقاييس. مباراه سوبر افريقيا. السوبر افريقيا هربت. لان طبيعي. بس انت ربنا كرمك بجون وهم كانوا افضل في الملعب. يعني دي حاجه ما تتكسفش منها. بالعكس هم افضل. دي الكوره الزمالك لعب افضل منك في الشوط الاولاني. وماسك كوره اكتر منك وانت بتحاول. ربنا كرمك بجون. حافظت عليه على قد ما تقدر. طبيعي. دخل فينا جون. المباراه بقى راحت ضربات جزاء. ضربات الجزاء دي بتبقى انت وبخت 50-50. يعني على حسب بقى. نفس اللي حصل في السوبر المصري. نفس اللي حصل في السوبر المصري برضو. بس احنا كنا الجزاء. افضل في السوبر المصري. نفس السيناريو للزمالك بقى لينا في السوبر المصري. ان هم احنا كنا افضل شويه. ضيعنا كذا هجمه. كان في افضليه شويه في المباراه. في المباراه. فانا شايف ان الحماس وان نادي الزمالك فايق ده بيخلينا احنا مبسوطين برضو اكتر. في منافسه. غضبت من نفسك لما عملت احتفال النوم بعد ضربه الترجيح بتاعتك ولسه الضربات ما كانتش. هتتكلم دلوقتي ولا بعد الفاصل؟ لا دلوقتي براحتك. ولا تخلينا بعد الفاصل. يلا بينا بعد الفاصل. خلينا بعد الفاصل نشرب كده حاجه. يلا بينا. وايه ادي له حبوب الصراحه عشان نتكلم بصراحه. يلا بينا الفاصل. يلا بينا.
نمسك الخشب. بسم الله ما شاء الله 33 بطولة، أندية كبيرة جدا ما بتحققش ربعهم حتى، لكن ما شاء الله رامي حقق كل هذه الأرقام، وإن شاء الله إلى أرقام أكتر بإذن الله. نرجع للاحتفال. ده يبقى في الآخر جبت جون كسبنا بالبطولة. يعني أنا أقول لك حاجة ما تزعلش مني؟ قول يا كابتن. لا ما أزعل من إيه بالعكس. أول ما شفت كده أنا ما اتفائلتش. مني ولا من عمر؟ من كنتوا الاثنين. يعني أنا إيه؟ طب حضرتك ما تفائلتش على أي أساس؟ طب أنت مش شايف الصورة دي قديمة؟ اه معلش بس انا ضربات ترجيح، يعني انت عارف بنبقى احنا كمشاهدين او كمشجعين مش مشدود، وانا كلاعب ببقى مضغوط جدا، بنبقى ميتين، وانا ببقى مضغوط جدا ان انا ادخل اشوف حاجه زي كده. فانا قلت استنوا شويه مش دلوقتي. بص احكي لي بقى. هي مش احتفال اكتر ما هو في اتفاق بيني وبين مراتي وبين بنتي. اه بتبقى لما بتعملها لها بتضحك، وهي لما بتيجي تنام بتنام بنفس الطريقه وحاطه ايديها تحت يا راجل نعملها. لا براءه. فمش الفكره ان انا بحتفل عشان خاطر انا جبت ضربه جزاء. طب ما انت بتهديها لبنتك. بالظبط حاجه بسيطه، لما مثلا زي مثلا ما بتجيب جون بتبوس تي شيرت بتبوس دبله. هقول لك برده في ضربات الجزاء بتعمل حاجه بسيطه. انك الكاميرا عليك، فانت بتعرف ان بنتك مثلا بتتفرج او مراتك. والله فبتبقى رساله ليهم بسيطه. بس ده كان القصد. انما ده كان ما انا عملتها في ماتش جرمانيا. عشان كده بقول لحضرتك الصوره اللي كانت معروضه من شويه. جرمانيا حاجه والزمالك حاجه. انا اقصد ان الاحتفال ده موجود. عارف الناس فسرته ازاي؟ ان انا بحتفل قبل ما الماتش يخلص. بتحتفل وبتقول لجمهور الزمالك ناموا. ما انا بص لجمهور الزمالك ببص لجمهور الاهلي يعني، بقول لجمهور الاهلي نام. انا بقول لك تفسير الناس. ما انا بقول ما انا بشرح بقى ان انا لو عايز اعمل لجمهور الزمالك ما الف لجمهور الزمالك الناحيه الثانيه واعمل لهم كده، او ابص العواد واعمل له كده. انا بعملها ان شايف الكاميرا جايه عليا، فعملتها ان دي رساله بيني وبين مراتي وبين بنتي. وبنعملها مع يعني بعض. يعني دي كانت لعاليه. بالظبط كده. بنوتك الجميله. فالناس خدتها ان هي احتفال. ما هو انا ما مش شرط. طب ما هو في واحد جاب جون وعمل نفس الاحتفال باسلوب غير لائق. ما عجبنيش الحركه اللي بعد الاحتفال. هو بيحتفل براحته، ده هو حر ليه وجهه النظر وليه التقدير برده والاحترام. وكسبوا. يعني لو كانوا خسروا كان هيقولوا ده احتفال. انا بكلمك مشاعري كاهلاوي. انا وانا بقول لحضرتك مشاعري كلاعب في ساعتها بعمل ده ليه. طيب يعني انت عملت ده لبنتك يعني. لان انا عاملها في ماتش جورماهيا كده كده. كده براءه. دي الفكره. لا طيب. مش براءه، انا بفهم ان الناس بتاخد بالعكس جميل يا جماعه. الناس بتفهم الموضوع من وجه كل واحد بيفهم من وجهه نظره هو، ويشوفوا مثلا لو حد علق بحاجه يبقى كلهم وراه. طيب ده انت وضحت ده. سؤال شيكابالا راجل بعيد ما جاش ناحيتك، مش هيجي من نفسه كده يجري وراك، صح ولا انا غلطان؟ هو ممكن. شوف انا بقول الكلام ده، انا بقول لحضرتك اهو، انا بفهمك اهو. نعم. اول مره انا عمري ما اتكلمت في الموضوع ده بصراحه. شيكابالا شخصيه محترمه جدا. تمام. هو اللي استقبلني في البرتغال. انا بقول لحضرتك اهو، هو اللي استقبلني في البرتغال لما رحت سبورتنج، جالي المطار. يا سلام. حاجه محترمه، وانا كنت لسه صغير. نعم. وهو شيكابالا يعني ما شاء الله، يعني حجمه وتاريخه لا يعني مع الزمالك. شخصيه محترمه جدا. هو ممكن يكون في وجهه نظري ان انا رايح احتفل مع الجمهور بطريقه جمهوري. ممكن يكون سمع ان انا بتكلم او بحيي جمهوري او بتكلم بشجع الاهلي بطريقه مثلا اكتر اوفر، او اسلوبي مثلا اجريسيف شويه او ناشف. فممكن يكون هي ضايقته في وقت ان هو فعلا ممكن يكون كان متضايق. هو مضيع البنالتي طبعا. انما هو ليه وجهه نظر. هو ممكن يكون غيران على فرقته، ده حقه. غيران على ناديه، ده حقه. لان ده هو بالنسبه له نادي رقم واحد. كابتن نادي الزمالك. بالظبط. فانا حتى ما وقفتش اتخانقت معاه. انا لو عايز مشاكل كنت وقفت اتخانقنا مع بعض بقى. بس انت ما وجهتلوش كلام خالص؟ لا انا كنت بشجع فرقتي وبشجع جمهوري بجري. فممكن يكون هو يعني شاف الاحتفال ده بطريقه مش حلوه، انك تشجع بطريقه ما رمتش كلمه وانت رايح. لا هو هيسمع. لا 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 ما رمتلوش كلمه. لا لا هو بس ممكن يكون اتضايق من طريقه الاحتفال او العصبيه، او ان انا كنت متضايق فعلا، ان انا كنت مبسوط جدا ومضغوط ان انا انك ماتش السوبر كنا خسرانين زي ما انت قلت كان من ست ايام وبعديها كسبت. فانت مشدود جدا. فالطريقه بالاحتفال بالفرحه. فانا بس عملت رساله للجمهور النادي. حصل اي تواصل ما بينك وبينه؟ لا 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 ما حصلش خالص يعني. لا 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 ما حصلش. لكن انت بتؤكد انه الراجل استقبلك في البرتغال؟ ايوه الراجل محترم جدا. الراجل معايا كان جميل معايا كويس. كل ما بيقابلني في كل ماتش بنسلم على بعض، بنحترم بعض. ما فيش حاجه عمرها حصلت ولا هتحصل ولا اي حاجه خالص. بالعكس الراجل قمه في الاحترام معايا. يعني اول ماتش بعد كده هتقابل شيكابالا كويس ان شاء الله؟ مفيش مشكله طبعا. بالعكس. بالعكس اكبر مني سنا واكبر مني مقاما. ف طبعا بالعكس شيكابالا الحقيقه من وجهه نظري انا الشخصيه، يمكن بعض الاهلاويه زعلوا يعني، انا شخصيا ما بحبش شيكابالا عشان بس تبقى القصه واضحه. ما اشوفش منه كل خير وكل احترام وكل ادب يعني. وراجل رمز كبير برضو لنادي الزمالك. ف
رامي بيؤكد انه اطلاقا لم يقصد اي شيء ناحيه شيكابالا، وده اللي انا نفسي فيه دايما، انه تبقى العلاقه طيبه بين الجميع، نتنافس من اجل الفوز، من اجل المكسب، من اجل الانتصار، لكنه يظل الاحترام قائما بيننا وبين بعض دائما وابدا. طيب عايز اسالك بقى في البدايات، لانه ده مهم جدا، الناس شايفه رامي ده معجون بميه النادي الاهلي، حابب النادي الاهلي بشكل غير عادي، تعرضت لمعاناه والالام والمشاكل و لكنك تخطيتها كلها، بداياتك مع النادي انت كنت لعيب وسط الاول ولا كنت لعيب كنت بلعب باك رايت اصلا باك رايت اصلا باك رايت في فرقتي مين المدرب اللي حطك باك رايت؟ كان كابتن بدر رجب في الاول زمان في الاول، بعد كده كابتن عمرو انور نعم قعدني باك رايت، بعد كده كابتن سمير كمونه اللي غيرني شويه لعبت مساك مع الفرق الاكبر، لان انا كنت في الناشئين كنت بلعب في فرقتي والفرقه الاكبر مني بسنتين والفرقه الاكبر منهم بسنتين، يعني بلعب في اربع فرق فكنت كل بلعب في يعني بلعب في الاكبر مني في مركزي في فرقتي بلعب باك رايت في الفرقه اللي مثلا انا مواليد 93 بلعب مع ال 91 ديفندر نص ملعب بلعب مع ال 89 مساك نعم اهو، فانا دي كنت بلعب باك رايت على طول، ده كان ماتش في الناشئين يا نهار ابيض ده جون ده انت اللي جايب الجون؟ لا لا مش بس هو مش انت اللي رافع لا مش انا اللي رافع رافع اشول فمش ممكن يكون انت لكن ده ماتشات الناشئين بتاعتك ده ماتش من الناشئين طيب خليني اكمل فكان ايه كان انا اصلا باك رايت يعني زي ما حضرتك قلنا ان انما في دي فرقتي في سني لما كنت بلعب مع فرق مع الاكبر مني بلعب ديفندر الاكبر منهم بقى مواليد 90 او 89 بلعب مساك فكنت شويه كان مضغوط شويه مضغوط في الحته دي ان انا بلعب ماتشات كتيره في الفتره دي بلعب لثلاث مراحل سنيه مختلفه ثلاث مراحل سنيه لما طلعت الدرجه الاولى حتى كانت فتره كده مع جوزيه لما جه مستر جوزيه ان انا بلعب في الدرجه الاولى كان عندي 16 سنه فمن لعبت انت عندك 16 سنه لعبت اول ماتش ليه 16 سنه ما شاء الله 2010 موسم 2010 2011 ف جيت لما بلعب مثلا فرقتي مثلا بتلعب مع الاسماعيليه في الاسماعيليه في الناشئين بنروح وبنرجع في نفس اليوم فبروح وارجع في نفس اليوم بلاقي مثلا الفرقه الاكبر مني بسنتين عندها تاني يوم ماتش عندهم تاني يوم مثلا في هيلعبوا المصري في بورسعيد تقوم جاي مسافر تاني بورسعيد يستنوني بعربيه كابتن هشام حنفي كان ساعتها وكابتن ياسر رضوان كانوا هم ماسكين الفرقه الاكبر مني يسيبوا عربيه وياخدوني واروح انام الليل وتاني يوم الماتش الظهر الساعه 3 يا نهار ابيض ارجع اريح مثلا يوم ولا حاجه وارجع العب ماتش مثلا مع الاكبر مني مثلا بثلاث سنين او اربع سنين في الاهلي في نادي نصر او في اي مكان ادتك خبرات يا رامي تنوع المراكز فرق معاك بس اذاني اذاك اذاني في اصابات ده السبب اللي انا كنت فيه دلوقتي بقى الفتره جت فتره كده اصابات كتيره اخلق من حاجه اخش حاجه صحيح فالناس كانت بتترجمها ان هي اصابات مزمنه يعني كان في مين كابتن شريف عبد الفضيل بيلعب انت حتى شكلك كان متغير كان شكله صغير 16 سنه 16 سنه ساعتها فحتى لعبت ديفندر كنت انا كان بره كان في شهاب وكابتن محمد شوقي ده مانويل جوزيه لا ده كان ده ساعتها لسه بدري. كابتن زيزو كابتن زيزو مسك فتره الانتقاليه بين حسام كابتن حسام البدري ومسك فتره كده لغايه ما جه رجع تاني مستر مانويل جوزيه في الفتره دي مسك كابتن زيزو حوالي اربع ماتشات اللي كسبنا فيه السوبر في لا السوبر لا كسب مرتين مره كسبنا السوبر في الامارات من الزمالك 3-2 بالظبط كده دي بس اللي انا بكلم ده كان قريب من 2000 نعم انا بكلم في 2010 2011 دي فتره كبيره نعم صح كابتن زيزو مسك مرتين كمان بالظبط كده فهو لعب اربع ماتشات لعب سموحه والاتحاد والحرس والمقاولين هو مسك الاربع ماتشات دول ايوه انا ما لعبتش معاه اول ما مسك كان ماتش الاتحاد على ما اعتقد وماتش سموحه ما لعبتهمش لعبت الحرس والمقاولين والزمالك هو لعب الماتشات دي كابتن زيزو فلعبت معاه الزمالك ده كان تعادل كان تعادل 0-0 مظبوط كان في استاد القاهره لعبت معاه الماتشات دي 16 سنه وبتلعب اهلي وزمالك ولعبت اساسي انا مستغرب يعني قلت بقى لسه كابتن زيزو خلي بالك دايما سابق بالظبط كان شايفني ان انا بلعب في كل المراكز هو مش انت كنت لوحدك كمان كان طلع حد صغير ابو تريكه جاب ضربه جزاء وجاب جابوا جونين ضربه جزاء وجاب جون حاجه جميله ابو تريكه كان لسه كان ده ماتش ده الجون ال100 بتاعه اتعامل معاك ازاي ابو تريكه لما طلعت فريق مش معانا بس يا كابتن ابو تريكه شخصيه في الملعب زي بره الملعب محترم ملتزم بيحب شغله قوي من اوائل الناس اللي تيجي مثلا في الماتش في في التمرين بيعمل يعني في اوضه كده لينا بنتجمع فيها لو بنفطر او بنعمل حاجه بعد ما بنفطر
بيجمع اللعيبه كلهم ان هم نقرا قران مع بعض. كل واحد بيبقى ماسك مصحف على حسب بقى، هو مش ما بيجبرش حد، هو اللي عايز يجي واللي مش عايز يجي، اللي بيخش يعمل اللي بيعمل اللي بيعمل كذا. فانا فاكر الموقف ده يعني كان دايما مواظب عليه، ان هو بنمسك كل واحد بيمسك مصحف واحنا قاعدين في اوضه كده مثلا كلها طول عمرنا بنعملها في المنتخبات. انا بالنسبه لي كانت جديده، انا كنت طالع صغير من زمان الحقيقة. وكان بيعدل على الناس يعني. انا بقرا قران اكيد، انا مش هعرف اقرا برضو 100% صحيحه حاجه جميله. فكان يصلح ونقرا، كل واحد يقرا مثلا 5 آيات 6 آيات وبنلف كده واحد واحد. وفي الملعب هو ابو تريكه بجماله بركات بقى. لا ده الجنان كله يعني، النقاء النقيض بتاع كابتن ابو تريكه يعني خف الدم. بركات ما كانش حد يقدر يكلمه، كابتن بركات ما كانش حد بيقدر يتعامل معاه، ما كانش حد بيقدر يقول له ما تعملش. مفيش بقى كابتن فرقه عليه، ما فيش حد يقدر عليه، بس بخف الدم يعني. خف الدم مش جبروت. عمره ما كان بقله ادب او عمره ما كان بطريقه تسيء لحد، لا من ضحكه وهزاره انت ما بتعرفش تقول له حاجه، ما تمسكش عليه حاجه يعني. يجي قبل الماتش يقعد مخلي الاتوبيس كله زايط وضحك وهزار، ويقعد انتوا رايحين ماتش يرخم على ده ويضايق ده ويضحك ويضحك مع ده. ينزل الماتش هو الوحيد اللي بيبقى مركز بيعملها ازاي. سبحان الله، الفرقه كلها بتبقى فكه وهزار وضحك، وهو ينزل يبقى هو اللي مركز. تلاقيه بني ادم تاني خالص، بيعرف يفصل بين الهزار والضحك. طب دلوقتي انت لسه عايز تمشي ياسر ابراهيم من النادي؟ هفضل وراه لغايه ما امشيه. لازم هتمشيه، اصل هو معايا. بص يا كابتن، هو معايا من وانا عندي 14 سنه 15 سنه بنلعب في الناشئين منتخب الشباب مع بعض. يا نهار ابيض، مع كابتن ربيع ياسر. فانا هفضل وراه زي ما هو ورايا. راح الزمالك وجي، وراح سموحه وجي، وهو برضه جالك تاني. لازم في بعض. فلا كابتن ياسر، ياسر محترم بصراحه وشخصيه جميله زي ما قلت لك. احنا من سنين مع بعض، من احنا 14 سنه عشت عمرنا كله مع بعض. صحيح ياسر. كابتن شوبير، مساء الفل يا سور. بيتك عمال اقول له ياسر، ياسر حبيبك خليه قاعد في النادي. ياسر كويس، وقع بينا. يقول لي لازم كده، انا صريح. لازم يمشي، يقول لي لازم يمشي من النادي. يا ابني انا سامعك من ساعتها يا ابني. طب ايه كح، اعمل اي حاجه، عرفني انت معانا. ازيك يا ياسر؟ عايز سو. ازيك كابتن؟ طمنا عليك الاول وعلى الاصابه، الاخبار ايه؟ لا الحمد لله كله تمام، الحمد لله. الدنيا كويسه؟ الحمد لله. ترجع امتى للتمرين ان شاء الله؟ مع الفريق ان شاء الله. خلاص الحمد لله، الدنيا كويسه، الدنيا زي الفل الحمد لله. انا عارف انك كنت يعني من ضمن المختارين للمنتخب، لكن الاصابه ابعدتك. هل حصل اي تواصل بينك وبين حد من جهاز المنتخب، كابتن حسام كابتن ابراهيم، ولا ما حصلش؟ لا لا، هو كان الدكتور احمد جاب الله، كنت بتواصل معاه بكل حاجه يعني، وعملت الاشعاعات. الدنيا الحمد لله اليومين اللي فاتوا لسه يعني امبارح او اول، فالدنيا بقت شغاله الحمد لله، وشغال تاهيل بس. الاصابه كانت ايه يا ياسر؟ كانت مزق ملي كده في عضلات البطن السفلى. لكن دلوقتي احنا تمام مع الرجوع، تتمرن عادي ان شاء الله. لا الحمد لله. اهلت والدنيا تمام وعملت كل حاجه يعني الحمد لله. عملت دويتو انت ورامي مش طبيعي الحقيقه يعني، ما بين رجوله، ما بين تحمل مسؤوليه، ما بين مستوى عالي جدا. الناس دايما بتخاف من حته المساكين دي، لكنه احكي لي على التفاهم اللي موجود بينك وبين رامي. يعني بتتفاهموا بلغه العينين، ممكن بتلقى بالاشاره، ممكن احيانا صوت بيعلى، احكي لي شويه. بص يا كابتن، انا ورامي من زمان جدا مع بعض. يعني انا ورامي لاعبين مع بعض منتخب شباب مع كابتن رابع ياسين. يعني حافظين بعض كويس من زمان، وفي التمرين في الاهلي رامي لسه قايلها دلوقتي، انا وراك وراك، انا اللي مشيك من النادي يا رامي. هنشوف مين اللي هيكسب في الاخر. فانا لا، انا ورامي في تفاهم فعلا في الملعب، حتى في التمرين. رامي مش عشان هو قاعد يعني، لا رامي لعيبه الرجاله جدا والله، ومن الفترات اللي فاتت ديت يعني لا شغال على نفسه كويس قوي، وفي تفاهم ما بيني وانا وهو في الانسجام في الملعب، وقبل الماتش بنفضل نتكلم مع بعض، هنعمل ايه، نغطي بعض ازاي، انا رحت انت تغطيني. ده بيبعت لي فيديوهات يا كابتن قبل الماتش. بيبعت لك؟ بيبعت لي فيديوهات قبل الماتش تحليليه، وفي حاجات كده بيني انا وهو بنعملها مع بعض. والله يعني بتخليك متحمس، بتخليك مركز في الماتش اكتر. فبيبقى في تواصل ما بيني انا وهو، ده اللي بيبقى مطلوب يعني. جميل. بيبقى الكلام ما بيننا مع يعني بيبقى ايجابي اكتر من ان هو في غلطات. بيبقى في غلطات بس ما بنحاولش نتكلم فيها، بنحاول نتغاضى من الغلطات، ان احنا نفوق بعض. ما نقولش الغلطات يعني في حاجه مثلا، لا بالعكس. التفاهم في انك تتكلم طول الوقت. طول الوقت شايف جميل. حاجه كلمني، كلمني غلط، كلمني التحرك، كلمني في ظهرك حد كلمني. فاحنا الكلام ده يا كابتن بيفوقك في الملعب، وبيفوقك كمان انت كشخص، وبيفوق زميلك. يعني الكلام ده مهم جدا. احنا لازم يبقى في تواصل في الملعب. انا بقول لك ساعات في وقت من الاوقات كده زعق لي، انت شايف انا مش فايق، زعق لي انا اللي بقول لك اهو، مطلوبه منك اتكلم. بتقول له، بيقول لك زعق لي،
انا وياسر بنتقبل من بعض يعني. والله لو زعقت لي افوق يعني والله. ممكن ابقى مش مركز. اكتر مره زعقت له امتى؟ كان امتى؟ لا ما مش زعيق زعيق اللي هو ركز بقى يعني. لا لا اتكلم اضغط جامد بالظبط الحاجات اللي بتبقى انت شايفها. انت بتحب ده يا ياسر؟ وانا بحب كده ورامي بيحب ده كمان منه. بحب ده بصراحه منه بالظبط. شايف ان كله كابتن في الاخر لمصلحتنا طبعا ومصلحه الفرقه. فهو انا مش بزعلك في الملعب ان انا مثلا جاي ان انا بعمل عليك منظر ولا لا 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 مش خاطر. ده كله مش طبيعتكم انتوا. لا لا خالص خالص بالظبط. وكل المطلوب مين المهاجم اللي بيبقى صعب عليكم يا رامي يعني؟ يعني بتيجي انت وياسر تقعدوا انتوا اكيد بتتكلموا طالما بيبعت لك فيديوهات بتتكلموا. يبعت لي الفيديو للمهاجم اللي هنلعب تاني يوم عليه. خلي بالك يا رامي ده هيتحرك عليك ده سريع شويه بياخد في الظهر كتير من ناحيه اليمين ما بيمين ناحيتك اكتر من ناحيتي. بيبقى الكلام كده. مين بقى اكتر مهاجم بتقعدوا تتناقشوا فيه يعني؟ مهاجم محلي كاسامي يعني؟ لا احنا بنمسك كل فروت بنلعب عليه. بس مهاجم بيتعبك يعني. يعني مهاجم كل الفرادة بتتعبنا. كل الفرادة بتتعبنا ده طبيعي. في حد بيبقى مميز يعني؟ مثلا انا كنت بلعب ما كنتش احب اوفرات طارق يحيى. مقرفه متعبه جدا بالنسبه لي. عماد سليمان على فكره النهارده ذكرى الراحل محمد حازم نجم النادي الاسماعيلي ربنا يرحمه. عشان ليه يظل حازم بالنسبه لي حاجه يعني جميله جدا. ونسيت اقول لزملائنا في الاعداد لو نلحق قبل الاخر نحط له هدف ولا حاجه يبقى كتر خير. فكان عماد سليمان مثلا ومحمد حازم بخاف منهم جدا. لعيبه كويسين قوي. في لعيبه كتير كويسين لكن دول كنت بقلق منهم يعني. في فخر لقاي لعيب كويس تحركاته كويسه كنا متكلمين عليه كتير. في كذا حد بس هو ده لعيب بيعرف يقطع في الظهر كويس بسريع. لما الكره بتيجي في رجله بيبقى بيعرف يتصرف فيها. مين يا ياسر بالنسبه لك؟ انا والله كل المهاجمين يا كابتن كويسين اللي قلنا عليهم. يعني هو فعلا قال لك بالظبط كلهم. احنا بنلعب ماتشات كتير جدا يا كابتن. انا حضرتك يا ياسر قابلت مهاجمين كتير جدا. نعم يا رامي. اسوأ ماتش لعبناه عارف ايه هو؟ اسوأ ماتش لعبناه؟ لا انهي ماتش؟ ماتش نيجيريا مع كابتن ربيع في التصفيات. ده منتخب الناشئين كسبنا 2-0. انا مش عارف 2-0 الشباب وكسبته كنت وحشين. اقسم بالله يا كابتن كهربا جاب جونين. اقسم بالله. اسال انا وصالح جمعه. اسال ياسر. ياسر واقف احنا مضغوطين. العيال احنا قبل ما ننزل العيال بيكسمها مش طبيعي. ده في التصفيات مش في التصفيات ولا في النهائيات في الجزائر؟ لا في الجزائر. في الجزائر نهائيات مش تصفيات. في البطوله نفسها. في البطوله نفسها. انا اسف يعني. العيال اول ما نزلنا العيال اجسامها طول وحوش والعيال مكشره والعيال وحوش. ابص على الفرقه انا كنت كابتن الفرقه. ابص على الفرقه بتاعتي الاقي يعني صالح جمعه قصير. انا وياسر طوال. ايوه العيال كلها قصيره. كان الله يرحمه رفعت قصيرين. وكهربا ورفعت الله يرحمه. ربنا يرحمه. مش عارف كهربا جاب جون بدماغه ازاي في الماتش ده. كهربا جاب جونين. ايوه كهربا جاب جونين معرفش ازاي. حاول اجيبهم لك. ده كهربا كان ارفع من كده يعني. كهربا كان رفيع قوي. وكان ضعيف كمان. كان لسه 15 فولت مش 120 فولت. ففي كوره انا وصالح جمعه في 6 يارد جوه واللعب شغال. 6 يارد عندنا. عندنا. واللعب شغال. صالح اداني الكوره. قمت مديها له تاني. قام اداها لي تاني. يا نهار ابيض. ثلاث مرات ورا بعض وياسر ورا عمال يزرق. يا جدعان طلعوا. انا عايز اقول لك وانا بتعزم عليه هو يطلعها. هو بيتعزم علي ان انا اطلعها. فين في السكس يارد مش عارفين نطلع. وكسبنا 2-0. اقسم بالله. واتخانقنا وصالح. هو صالح بقى الكوره سابها كده جت من جنبه. الواد خدها وكان شاطها على كان مصعد عوض. مصعد عوض. مصعد عوض. سيبنا الملعب كله وانا وهو عاملين نتخانق مع بعض. وانت المفروض تاخدها. وانت المفروض تاخدها. لا والله ياسر مجبني من بيلعب من اللعب بيلعب. ياسر ياسر قوي في الملعب. لا راجل راجل في الملعب بصراحه. يعني كنا احنا دايما انا وياسر لما بنتكلم بيبقى هدفنا ان انا وهو كمدافعين ان اللعيبه تشوفنا لما ندخل جامد على الكوره على الخصم ونبقى مركزين وفي كل كوره بناخدها اللعيبه لما تشوفنا انا وانت كده ياسر هتتحمس اكتر. صحيح صحيح. وياخدوا الثقه مننا. عايزين طول الوقت احنا اللي نديهم الثقه مش هم اللي يدونا الثقه. فده كان كلامي دايما مع ياسر. وياسر على طول بيتكلمني في الحاجات دي. ان هم لما الفرقه تشوف ياسر قطع كره جامده ومركز ودايس وضاغط اللعيبه تتحمس. ياسر الفرق لما بتلعب مع رامي وبتلعب مع منعم قبل ما منعم يمشي. لانه رامي ليه ستايل. عفوا. رامي ليه ستايل ومنعم ليه ستايل. هل بتفرق معاك انت؟ ودلوقتي بقى خالد عبد الفتاح بيدخل وكده يعني. بص يا كابتن اقول لك على حاجه. نعم. انت يعني مثلا رامي مميز بحاجات. منعم مميز بحاجات. انا مميز بحاجات. نعم. فكل واحد مختلف عن التاني بس خلي بالك ياسر احنا مستوانا كلنا متقارب. احنا الثلاثه بالظبط. نعم. يعني انا بص متقارب. الفروقات مش بعيده يا كابتن. مش بعيده قوي ما بين اللي بيلعب واللي ما بيلعبش او الاول او الثاني. ف
فاي حد هتلاقيه كابتن بيلعب في الفتره اللي فاتت دي. يعني احنا الماتش اللي فات كابتن ميلي لعب كوكا خالد كوكا. نعم فمفيش اي حد بيلعب بيه. مفيش يا كابتن الفروقات اللي هي البعيده، لا احنا كلنا اهم حاجه المركز ده بالذات يا كابتن بيبقى محتاج شخصيه وقياده ومسؤوليه في الملعب. طول ما انت عندك الشخصيه والحاجات دي ده الموضوع مش صعب. كوكا سؤال ليكم انتوا الاثنين، كوكا في مركز انا اتخضيت يعني بصراحه اتخضيت يعني كوكا لعيب كوره قوي بس مواصفاته الجسمانيه ما تقولش سرد باك والماتش 1-0 بس انا قلت هيعمل الريسك تاني ودخل عمر كمال ويحط اكرم ناحيه اليمين ويبقى مثلا يظبط كوكا في وسط الملعب. لكنه كوكا في وسط الملعب كوكا سرد باك شفتهاش هو من وجهه نظر الراجل ان هو عايز يلاعب مساك بيلعب برجله الشمال. لو انا مثلا مش موجود او اي حد مش موجود هيلاعب مساك برجله الشمال انه يطلع الكره سهل برجله ما يبقاش فيه ارتباك ان هو يعدل الكره على يمينه لسه وانه فهو كانت وجهه نظره في كوكا ان هو عايز حد يلعب بشماله بسرعه لما تيجي الكره. لا وغير كده كابتن شوبير كوكا عنده المواصفات اللي هو الشخصيه كوكا انه يلعب باك ليفت وكان بيلعب باك ليفت اوقات برده يعني عنده القوه. كوكا مع انه سنه صغير لسه ما شاء الله شخصيه بس لا عنده شخصيه في الملعب جريء ما بيخافش بيعرف يمسك الكوره بيباصي لا عنده شخصيه قويه في الملعب لان هو مسؤول. فكوكا ما شاء الله عليه يعني ملهاش علاقه بالسن لا هو الموسم ده بالنسبه لكم يا ياسر شايفينه ازاي؟ يعني رامي قال كلمه مهمه جدا وقفش قال لك هم استفزونا لما خسرنا بطوله السوبر الافريقي فاستفزاز لعيبه النادي الاهلي بيبقى لصالح جمهور النادي الاهلي وصالح النادي الاهلي. كسبت بطولتين بس اللي جاي اصعب طبعا. اكيد بص يا كابتن هي كانت كبوة على اللعيبه كلها كبوة. ودي حاجه كويسه ان هي جت في اول السنه اللي هي تفوق اللعيبه كلها وفوق النادي الاهلي طبعا يا كابتن حضرتك كده يعني تعرفها تبقى مختلفه ترجع مختلفه تماما. فلا هو دي حاجه فهي بحاجتين ان انت تفوق وتفوقك وفي نفس الوقت انت قدرت بعدها خدت بطولتين في اسبوع يا كابتن. فالموسم لسه لا احنا لسه في بدايه الموسم ان شاء الله اللي جاي كله بخير. اسالكم انتوا الاثنين اللعبه على سفيان رحيمي واحد من اهم المهاجمين التقال يعني. بص يا كابتن يعني بعد كده نزل لاباكوتشا يعني فرقه تقيله والراجل اللي كان بيلعب ناحيه الشمال ده حاجه جامده برضه. الفرقه كلها فرقه كويسه جدا الناس شايفه خاصه هجوميه الناس شايفه ان هي فرقه ضعيفه بس احنا من البدايه نازلين لا مش ضعيفه لا فرقه محترمه ضغط مش طبيعي من فوق كل حتى لو بتلاحظ الكره اول ما تتقطع مننا بنجيبها في ساعتها ده صحيح فده دليل التركيز والقوه والضغط اللي من فوق اللي احنا عاملينه. سفيان رحيمي فرود زي اي فرود كان كلامي مع ياسر فرود زي اي فرود جامد يعني اقصد مش بقلل منه فرود قوي فرود احرز اهداف في المنتخب ومع النادي بتاعه. كان كلامي مع ياسر قبل اتكلمتوا انتوا الاثنين حتى انا قلت لياسر هو جاب اجوان في منتخب مصر وجاب اجوان احنا عايزين نوقف الحته دي كويس برجولتك وبكلامك معايا وانا في ظهرك عايزين ما يلمس كوره حلو يعني حتى من حماس ياسر انا فاكر الكوره اللي هو اتصاب فيها بيقول لي ما اعرفش حتى جالي في الماتش بيلعب الكوره ما اعرفش بدماغه كده او حاجه وكانت معايا معايا سفيان صح في الشوط الاولاني من كتر حماسه وشدته ان هو مش عايزينه يلمس احنا متفقين اول ما يلمس كوره عليه مش هنسيبه عليه يا ياخد فاول بقى ما ياخدش فاول مش هنديله فرصه ان هو يقدر يجي ودرسناه كويس ان هو بيحب يفتح ما بيحبش من الفراوده ان يستلم من القلب لازم يفتح هو بيفتح الخط خالص عشان ياخدني انا معاه فاحنا بيدخل ما بين الباك وما بين السرد باك بالظبط السرد باك وقدام الباك فيحب يجي بسرعته زي ما ياسر بيقول كده فاحنا متفقين انا وياسر اول ما يطلع على الخط مسكه لاي حد من على الاطراف جه جوه تعال تعال انا وانت في ظهر بعض فكان حتى ياسر من حماسه بقول لحضرتك في الكره جات له كده عاليه بينه وبينه فهو نط الجامب وعملها فعيني من الجامب الجامد فتح جسمه من هنا بطنه رفعت قوي فشدت فلما شدت جاله المزق هنا اللي في بطنه في العضلات كمل يا عيني كمل ال 90 دقيقه يعتبر 90 دقيقه كمل خرج في الاخر ومن اول الماتش عمال يشتكي يقول لي يا رامي انا مش قادر يا عيني والله اساله يا كابتن بيقول لي انا مش قادر اطلع قلت له لا اوعى تطلع كمل كمل إيه الروح الجميله دي اخر في الاخر بقى خالص قال لي لا انا مش قادر فعلا يا ياسر كملت وانت مش قادر 88 عشان قفشه يجيب الجول هو قفشه بيزعل منا هم بيقعدوا يغلطوا مع بعض والله قفشه وياسر بيقعدوا يغلطوا مع بعض اخر مره كابتن كان نازل تغيير مش فاكر كان في ماتش مين كده فانا جالي برده الضمه تقريبا فهطلع قفشه قاعد ما نزلش
اتخانق معايا يا كابتن. طب انت مالك لازم تطلع يا ابني؟ طب انا غصب عني ذنبي ايه؟ بس انك تبقى مصاب من الشوط الاول وتكمل لحد الدقيقه 90 تقريبا بعد ما ضمننا النتيجه في ماتش تقيل زي ده، وعلى فروه تقيل زي ده، واللي نزل بعديه لابا كوجا كمان، اظن ده طبعا ده الاصرار والروح. هو بص انا بحب الماتشات الكبيره دي جدا. بتحبها؟ بحب الماتشات دي جدا. ليه بقى؟ كلكم بتحبوا الماتشات الكبيره والتقيله. والناس يا كابتن بتطلع بيحسسونا اللي هو يعني الموضوع سهل، احنا هنيجي هنكسبكم ثلاثه مرتاح، هنكسبكم اربعه. بحب الكلام ده جدا قوي. بتكلم جد؟ والله بحب الكلام ده جدا. عايز تقيس على اللي بيتكلم ده؟ والله حلو. الموضوع بيبقى جميل. انا بحب الكلام ده، وانت من نفسك اصلا واللعيبه كلها بيبقى فيه عندها غل في الكوره. مش طبيعي يا كابتن، مش طبيعي. فمش محتاجه كلام بقى، انت بتلاقي نفسك نازل ما اقدرش مثلا ما اقدرش. الو الو صوت ياسر الشبكه. ياسر 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 كلنا نعم سامعني كده؟ سامع. ما اقدرش ما اسالكش في الجونين بتوع الهلال. ده هداف كاس عالم ده دلوقتي. هداف كاس عالم. نهار ابيض على الدنيا. مهم جدا بصراحه يعني. نقول لي رامي انت لاعب كام كاس عالم يا رامي؟ جونين حظ يا كابتن، انت بتقول له على هداف جونين حظ. ده هو نفسه معترف ان علي معلول عمل لك الكروس جوه الجون. وحمدي فتحي بيتخانق ياخدها. بص الحقد، بص الحقد يا ياسر. بص الحقد يا ياسر، بص الحقد. الجون الثاني يا كابتن، الجون الثاني. حقد حقد، يقول لك اعلى شوط من على. حمدي فتحي وشريف طالعين الاثنين دخلوا في بعض. هو نوايا يا كابتن. نوايا صح. الكرة تجيلك في مكانك. يا كابتن هو صح؟ ياسر في حاجة؟ طبعا. صوابع ايديه أطول من صوابع مثلا يعني. قول الاسرار دي يا كابتن. اللي يجي يهزر معاك مثلا بصباعه، والله العظيم ثلاثه في لعيبه بتخاف منه او ما يعمل كده بصباعه. يهزر معاك بس بنجري منه. لا والله صباعه ما شاء الله عليه. يعني ربنا يديله الصحه. ربنا يديك الصحه يا ياسر. ربنا يكرمك يا ياسر، ربنا يكرمك. وان شاء الله كل الماتشات كده ليه؟ ولازم الماتشات الكبيره بس بنتفق. ما كل الماتشات، كل ماتش هتيجي لازم يعني تتفقوا كل الماتشات. عايزين ما يدخلش فينا جوان خالص يعني. كابتن شوبير بيسخننا. امال ايه؟ الله يا كابتن، ما في توفيق برضو من عدم. توفيق طبعا مش عايز الكلام ده دبلوماسي. يلا لا بس جميل الروح الجميله اللي موجوده دي، وجميل ان احنا اطمنا عليك يا ياسر، وبالتوفيق دايما يا حبيبي ان شاء الله. بشكرك. هتقول ايه لياسر يا رامي؟ انا وراه مش هسيبه. وانت عايز تقول له ايه؟ ربنا يهديك يا رامي، ربنا يهديك. بقول لك ايه يا ياسر؟ طب بذمتك مش احلى عمره عملتها معايا؟ لا كانت معايا. ابيض على عمره. كانت معايا. قول لي، طب احكي لي ايه اللي حصل؟ قول لي. الله يخليك. قول لي احنا ايه ده؟ ما حدش سمعنا. لا لا لا. لا والله العظيم، بص يا كابتن احنا خلصنا الماتش السومر. كنا مضغوطين يا كابتن. بعد الخساره. وقعدنا رحنا بقى عملنا عمره مع بعض. انت رايح يا كابتن، انت يعني انت ماشي يعني انت رايح بيت الله يعني. احنا بنلف حوالين الكعبه بنطوف. مضغوطين. الناس مش سايباك في حالك. زعلانين يا جماعه. هو انا رايح زعلانين الناس. المنافس بقى. الفريق المنافس. الاقي ناس مثلا في الكعبه بلف انا وقفشه وياسر. كنا رايحين مع بعض مصطفى معاكم. كنا هم راحوا بس هو راح مع السوليه. كنا احنا كنا متفقين، كنت انا اتفقت مع ياسر وقفشه نحجز اوضه واحده عشان نفك الدنيا طالما ونقرب من بعض ونتكلم ونبقى هادين يعني تفصل جميل. خالص تفصل من الماتش. الناس في منزلين نصلي، اللي يعمل لي حركه بنتي، اللي يقول لي مبروك عليك الخساره، اللي يعمل لي يقول لي انت لسه صحيت انت. انا ببص لهم انا وياسر اللي هو يعني انت جاي تعمل ايه هنا يا حبيبي؟ انت جاي هنا انت عايز تعمل عمره ولا عايز تاني ولا عايز تاني يعني؟ بس ما اتخانقتوش. لا ياسر بيبص لهم. انا ما بتكلمش، بس الاقي ياسر يبص لهم اللي هو طب يا حبيبي ماشي شكرا. ياسر على شعرايا بيبقى جواه غضب. ربنا يكرمك يا ياسر ان شاء الله. ربنا يخليك يا كابتن. بالتوفيق دايما وان شاء الله موفق. وحمد لله على سلامتك. لا قبل الفصل ادونا شويه اسئله من السوشيال ميديا والهاشتاج مع حارس الاهلي مع رامي ربيعه. تعالى ناخد بعضا من الاسئله. الاهلي القمه، بالتوفيق في المباراه القادمه. بالتوفيق في القادم ان شاء الله. اتمنى الوصول الى المباراه النهائيه لكاس العالم للانديه رب العالمين. دي البطوله المفقوده في دولاب بطولات الاهلي. دي اللي ناقصه بصراحه يعني. دي اللي ناقصه. شايف انه ممكن ولا صعب؟ والله ممكن يا كابتن. بتحصل ظروف سبحان الله يعني. السنه اللي فاتت انت كنت قريب منها جدا وضيعت كتير قوي. ضيعت كتير قوي. ماتش الريال وماتش اللي قابلين كان في
اللي كانت كاس العالم اللي كان في السعوديه. نعم ضيعت كتير قوي. ماتش البرازيلي كان فرقه سهل. كان سهل ما كانش بعيد. نسيت ايا كان. لكن ان شاء الله ضيعنا كتير قوي يا كابتن. ضيعنا كتير قوي من احسن ماتشات لينا. بتبقى قريبه منك. الناس ما زعلتش. الناس كانت زعلانه عليكم ان انتوا ليه ما خدتوش. بتتضايق من كده طبعا. بتتضايق. بتبقى عايز تحقق حاجه لنفسك. نعم. اللي بعد ايهاب احلى جون في تاريخك يا ربيعه. في احلى وفي اغلى. اغلى ده ماتش الترجي. لان انا الجون الوحيد وانا كنت كانت السادسه ليا بالنسبه لي وانا اللي جبتها احساسي انا اللي جبت الجون في الاخير. نعم. فانا مبسوط بيها. ده الاغلى. ده الاغلى. احسن جون بالنسبه لي كان في ماتش المقاولين العرب مع كابتن محمد يوسف. ايوه. كنت بلعب باك رايت. هو كان بيلعبني باك رايت. وكنا نلعب دوري المجموعات مجاميع وكنت لازم نكسب المباراه دي. ايوه. فكنت بقى ده اللي خدناه من سموحه في الاخر. بالظبط كده. نعم. خدت كوره من الجنب قمت مرقص فيها واحد قمت لاعب 1 2 مع سيد حمدي عملها بطريقه غريبه جدا. سيد حمدي كان لعيب جامد بكعب رجله. انا مش عارف عملها ازاي لغايه دلوقتي. لا لعيب جامد جدا. استلمتها وهي على الطاير قمت حاططها في الجون. ده احلى جون. ده احسن جون كلاعب وانا بلعب باك رايت يعني. ناخد اللي بعده. كان نفسي كره لسه والله كنت هسالك. كان نفسي كره العين تيجي. كان هيبقى هدف عالمي ده الضابط حماده لسه حتى واحنا داخلين الحلقه. بالظبط كده. لان انا كمان وانا بتفرج قلت كان نفسي الكره دي لان كنا في الاستوديو هنا مع الكابتن محسن والكابتن هاني رمزي والكابتن اسامه حسني. قلت لهم كان هيبقى جون عالمي لان انت شفت الحارس. شفت الحارس. ده مش الحلو اللي فيها. وما توقعت يعني انا في ساعتها قلت هلعبها واحده انه ما يتوقعش ان حد يلعبها من هنا. صح. كله هيفكر ان انا هستلم او هسيبها او احجز عليها او ان انا فقلت العبها واحده تبقى رايحه في البعيده ان هي تبقى صدها هترد لحد ما سؤالين وبعدين نطلع فاصل عشان برضو عندنا مكالمات مهمه. يلا اللي بعده. بيبو الكيلاني ده برضو من الجمال على التويتر الحقيقه. تحياتي كابتن شوبير ديناصور الاعلام وتحياتي ربنا يبارك لك. ديناصور الاعلام ده اطلقوا على الاعلام الكبير استاذ محمد صلاح وانا ليا الشرف في الحياه ما شاء الله بهذا اللقب يعني كل التقدير من الجماهير يعني ومحبينا. تحياتي للكابتن رامي ربيعه. سؤال تجديد الدوافع لدى رامي ربيعه وتالقه الواضح للجميع هل سببه انه كان في قرار بالرحيل على الاهلي؟ حلو السؤال ده. يعني انت كان عندك قرار انك تمشي من النادي الاهلي او تطلع اعاره وترجع تاني عادي مش مشيان يعني لكنه فاهم قصدك. هل ده فعلا عمل دوافع؟ انا عارف ان انت طبيعتك كده بس ده عمل دوافع. طبعا عمل دوافع ان من واحد ماشي انا عايز اثبت نفسي وعايز اثبت وجودي وعايز اثبت اسمي. نعم. فلا كلامه صح بصراحه. كلامه صح يعني. ازاي اثرت الاصابه في مسيرتك؟ كنت لسه بتكلم مع حضرتك ان كتر الماتشات بقت عضلاتي مجهده. عضلاتي اقل مجهود بعمله بتمزج. اقل مجهود بعمله بيجي لي اصابه لان خلاص ما بقى جسمي وانا صغير في السن ومحتاج احافظ عليه ما بقتش محافظ عليه بقى بلعب كتير. حلمك توصل لفين مع الاهلي؟ لا بعيده يا كابتن. مع الاهلي ما بفكرش في حاجه غير ان كل بطوله لازم اخدها اخش اخدها. ما خدتهاش يبقى بتديني دافع للي بعدها. للي بعدها ده حلم مع الاهلي لان انت بتدخل بطولات كتير قوي مع النادي الاهلي. السهرة مستمرة مع نجمنا رامي ربيعه. يا رب تكونوا مستمتعين زي ما انا مستمتع. لسه بقى هيكون في مكالمة مهمة او مكالمتين مهمين. لا حلوين لكن بعد الفاصل. افضل هدف متهيألي الموسم ده يعني هدف الترجي يعني كان مكافاه من ربنا على مجهوده طول الموسم واخلاصه ورجولته. وماتش العين الاخير ده كان طبعا هو وياسر ابراهيم الاثنين بصراحه كانوا ظابطين الدنيا. الجون بتاع الترجي وفاكر له الجون بتاع جورماهيا. والله احسن ماتش لعب فيه رامي ربيعه كان ماتش جورماهيا وكان احسن هدف برضه حطه في نفس الماتش طبعا. في صعود كابتن رامي طبعا مع الفرقه كان ماتش النجم الساحلي كنا كسبنا 6 كنا خسرانين هناك 2-0 وكان ماتش كان جميل جدا امتع ماتش النادي طبعا. ماتش الترجي الاخير كان اجمل هدف ليه. افضل هدف لما كان في افريقيا نهائي كان الترجي اللي هو الرئيسيه. رامي ربيعه يعني عنوان للاخلاص والرجوله بامانه. كابتن رامي رجوله زي ما احنا بنلقبه كجمهور اهلي. باك عصري يعني زي ما بيقولوا يعني زي ما بيقول الكتاب. انا بسميه صخر للدفاع مكان وائل جمعه. انا معايا تليفون مهم بس قبل التليفون عايز اسالك عن تجربه سبورتنج لشبونه لان انا كنت فرحان جدا جدا بيها وانت قلت ولما رحت ومش كبال استقبلك والناس كلها كانت متوقعه نجاح.
ليه ما نجحتش التجربه؟ وهل لما رجعت كنت راجع على النادي الاهلي مباشره ولا دماغك لقلقت شويه؟ بص يا كابتن، انا كنت فرحان جدا زي ما حضرتك بتقول برضو. نعم. كان انا عندي 19 سنه ومحترف. نعم. في سبورتنج لشبونه، برضو اسم تقيل قوي في البرتغال. مش عايز كلام. وكنت محتاج ان انا اكمل. انا مش من ما اتضايقتش او ما زهقتش. نعم. او ما اتخانقتش. والله بس انا كنت مصاب في الكونفدراليه اللي احنا لعبناها. كنت مصاب في بدايتها كده، عندي بتاعت جريده. عندي مشكله في عضلات البطن السفليه. ايوه دي خدت شويه معاك. خدت معايا فتره كبيره قوي. فهم فاكريني ان انا كنت لما جالي العرض ساعتها كانوا فاكرين ان انا بمثل على النادي ان انا عشان امشي، عارف انت لما بتضغط على النادي. أيوة عشان تمشي. أيوة تسافر. أوكي. عشان تحترف. فكان في مدرب ساعتها كان كابتن فتحي مبروك. كان مدي انطباع للناس ان انا بمثل وان انا رامي ده بيمثل ورامي ما عندوش حاجه وهو بس مش عشان عايز. فتحي ده جميل قوي. انا بقول لك على موقف اللي حصل معايا. بس بقول لك على موقف اللي حصل معايا انا صريح مع حضرتك يعني. نعم. فكان مدي انطباع ان انا بتدلع وان انا مصاب وان انا بدعي الاصابه عشان احترف. حتى هو طلع في برامج قبل كده. نعم. في ساعتها في الوقت ده قال لك ان رامي بيدعي الاصابه ومش عايز يلعب يعني. اول ما رحت السبورتنج تاني اسبوع عملت العمليه في تقريبا. هناك. في تاني كشفوا عليا في ساعتها وقال لك انت عندك مشكله في عضلات البطن السفليه وبتاع. ولازم تعمل عمليه انت بتشتكي منها. قلت لهم لا، مش هي بس كانت وجعاني بس. نعم. ما كنتش انت رايح مكان جديد. نعم. مش عايز تشتكي، مش عايز تبين مع انت تعبان حمل الماتشات الكتير اللي انت قلته زمان بالظبط. نعم. فاول ما رحت قال لك انت عندك دي اول خبطه. فعملت لها فيها شهرين دي مثلا. قعدت فيها شهرين. شهر ونص. شهرين ماكسيمم. شهرين. بعد كده بدات ارجع شويه واحاول العب ونزلت مع تيم بي عشان يجهزوني. نعم. عشان عدد الماتشات ما العبش. طبعا ما فيش ماتشات في نص الموسم فبلعب مع تيم بي عشان يبقى في ماتشات ويجهزوني. فجاي فرصه ان احنا هنلعب الكاس مع البرتغال. حلو. فقبليها كان في منتخب عملت رجعت المنتخب ولعبت. كان منتخب الشباب مع كابتن حسام بدري كان ماسكنا او منتخب الاولمبي ساعتها. منتخب الاولمبي الشباب كان مع الجميل كابتن ربيع ياسين بالظبط كده وحسام بدري برضه اثنين مدربين محترمين يعني محترمين. بس ربيع عمل جيل بصراحه يعني قوي وعمل. نعم. هو اللي ماسكني من البدايه كابتن ربيع ياسين طبعا. فرجعت لعبت ماتش مع منتخب الاولمبي. حصلت مشكله في الـ في الـ في القيد في شهاده الجيش والحاجات دي. ايوه فاكر حاجه كده. اخرتني عن السفر. ايوه دي بتجنن. تاني دقه مع المدرب هناك يفتكر ان انا مش عايز اجي. فافتكر ان طبعا ان انا مش. نعم. بتدلع وان انا مش عايز ارجع وان. انا مش عايز باخر وعايز اخد اجازه زياده. انت عارف الانطباع. ايوه انطباع اللعيبه المصريين كده. ما كانش ليا ذنب في اي حاجه غير ان الجواب الاجراءات. نعم. الاجراءات اتاخرت وممكن تبقى طبيعي او انا بداتها متاخر شويه. نعم. فبيبقى طبيعي الاجراءات. نعم. بتتاخر شويه بتتعطل شويه ده طبيعي. صحيح. بس ما لحقتش ميعاد السفر بتاعي فاجلتها يومين. ايوه قبل ما طلعت الشهاده وسافرت. فالمدرب طبعا كان ماركو سيلفا ساعتها كان هو اللي ماسك السبورتنج. خد القرار ان هو يلعب مكاني واحد تاني من. نعم. تيم بي يبدا بالكاس. أيوة. مكاني يعني. فلما لعب خلاص انا خد انطباع عني ان انا مش. زي ما بيقولوا كده خد انطباع ان انا مش ملتزم يعني. فحقه طبعا كان مدرب. أيوة. ان هو يفهم ان انا جاي مصاب وكدبت على النادي وبعد كده غبت ان انا غبت ما جيتش في ميعادي والالتزام عندهم. انت عارف بره الحظ ما خدمش. فحظ ما خدمش. ان انا ابقى ماشي بشكل كويس. قررت ترجع بقى في ساعتها؟ لا ما قررتش ارجع في ساعتها. قررت ان انا اشوف مكان تاني. كان معايا ايجنت برتغالي. كان بيدور لي على كذا حاجه وما توفقش ساعتها. فحسيت ان انا هقرر هفضل قاعد في سبورتنج. وحسيت ان انا بقيت عارف انت لما تخش مكان وادمه بيبقى وحش عليك. نعم خلاص. يعني بتتقفل منه يعني. نعم. فقلت له خلاص شوف مكان وجهه ثانيه وممكن نروح اعاره وارجع ثاني على سبورتنج ما فيش مشكله يعني في البرتغال. فلما ما بقاش في توافق ما بين انا وهو وما ما جابليش حاجه فكلمت على طول باشمهندس محمود طاهر. نعم. كان في مكالمه شخصيه بيني وبينه. يا رامي انت عندك النيه انك ترجع. يا كابتن عندي النيه بس كان نفسي ان انا اكمل الاحتراف. نعم. بس لغايه دلوقتي انا مش لاقي مش نادي. هم اتكلموا مع سبورتنج على ان انا ارجع اعاره عن النادي. نعم. فمن هنا لهنا اتفقوا ان انا لا ارجع نهائي بقى خلاص. فخلاص رجعت تاني على ماتش السوبر بتاع الزمالك في الامارات. اول ماتش سوبر يعني 3-2. كان 3-2 مش كده بالظبط. كان مؤمن زكريا وكابتن زيزو وكان مؤمن زكريا وعبد الله السعيد ومين عبد الله السعيد جونين. عبد الله السعيد جونين ضربتين جزاء. ومؤمن زكريا. ومؤمن زكريا هم اضاعوا ضربه جزاء. كهربا كان ضاع ضربه جزاء. انقذها شريف اكرام. انا بص عمري ما انسى. انا متاسف بس على المكالمه. انا متاسف جدا. عمري ما انسى انه
اي حد ساهم في فوز الاهلي ببطوله. فالبطوله دي شريف اكرامي لو ما صدش ضربه الجزاء ما كناش هنكسب يعني، فالحاجات دي مهمه جدا بالنسبه لي رغم انه ساعات الجماهير بتقلب، لكن يا جماعه لازم تفتكروا الحاجات الحلوه دي. تعالى بقى انا المكالمه الجميله دي، انا فاضل لي مكالمتين دي منهم وبعدين مكالمه اخيره كمان. دكتور هشام ربيعه والد كابتن رامي ربيعه، مساء الفل يا دكتور. نعتذر لك على التاخير والله حقك علينا. صاحبي احنا انت اولا منور القناه، رامي اللي منور يا دكتور، وده مكسب جامد قوي وكبير قوي للقناه صراحه. ربنا يخليك دكتور. يعني حضرتك كنت مصمم انه رامي يبقى لعيب في النادي الاهلي صح؟ مظبوط. كان بياخدني الاستاد يا كابتن على طول، حضرت ماتش 4-4 بتاع الاسماعيلي في الاستاد يا راجل، حضرت ماتش 6-1 في الاستاد. عندك كام سنه؟ كنت صغير، كنت عندي 7 سنين ولا 8 سنين. مش رحت الاهلي لسه؟ لا لا لسه لسه. ده حضرتك من رواد بقى الاستاد. طبعا. كابتن زبير اولا انا مبسوط بحضرتك، وكنا منتظرين اللقاء دوت في اي وقت صراحه. لا لا يعني ده رامي ده ليه معزه خاصه، خيرك خيرك على الناس كلها وعلى اللعيبه ودول ولادك كلهم. طبعا طبعا مش ولادنا احنا يعني، وده اذن النادي الاهلي، وانت حضرتك يعني خيرك على الناس كلها بجد. اعوذ بالله، ده انتوا اللي خيركم، ربنا يكرمك. دكتور احكي لي بقى ارتباطك بالنادي الاهلي، وهل فعلا يعني رسمت سيناريو كده لرامي من صغره انه ممكن يبقى لعيب في النادي الاهلي؟ الحمد لله، انا يعني مشجع من النادي الاهلي، وكنت بلعب كره كويس جدا، وانا راجل اشول والله، حظي ونصيبي ان انا كنت مع كابتن مصطفى حسين. الله الله. ولعبت، وكنت في جيل كابتن طاهر ابو زيد على فكره. يبقى انا شفتك اكيد في النادي اكيد. طبعا في الجزيره، ما كان ايام ما كانش في انديه غير الجزيره، وكنا بنتدرب بعد الفريق الاول في النادي الاهلي اللي في الجزيره يا جماعه ساعتها، ما كانش عندنا فروع ثانيه. نعم ايوه كلنا كنا بنتمرن في ملعب واحد، يا اما الملعب التراب بتاع الهوكي كمان. نعم مظبوط. نعم. وحصل بقى ان الجماعه في البيت عندنا يعني الوالده والوالد، كان الوالد مشجعني، لكن الوالده كانت زعلانه ان انا هلعب كوره، مع انه العكس دايما اللي بيحصل، الوالده بتشجع والوالد بيرفض. نعم. بس انت حضرتك كنت متفوق بقى دكتور، دي شغلانه ثانيه. الحمد لله يا حبيبي. نعم. الحمد لله، ربنا يخليك. نعم. ربنا يخليك. ربنا يخليك. المهم يعني المهم الحمد لله، فانا عندي فكره عن الكوره شويه. حلو. كان انا عندي حسام ورامي. ربنا يكرمهم ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب، ويخلي لك ابنك، والف مبروك اولا. يا رب يخليك. وربنا يبارك له دايما يا رب. ربنا يكرمك يا رب. فانا شفت في رامي الرجوله قوي في الكوره من صغره، يعني بيصمم يعني يفضل ورا المهاجم لغايه ما ياخدها منه باي طريقه. فانا لقيت في الحته دي، فالتصميم دوت بيجعله يخليه لعيب والناس كلها تحبه. ايوه ايوه. غير لما يكون لعيب مزازنجي يعني، بيحب يرقص، بيحب تتاخد منه. أيوه. ويخش فينا جون واحنا نبقى فرحانين. ونقول لا، كان فكرمي غير كده خالص. نعم. يعني بسم الله ما شاء الله يعني. وكان بيلعب كره في السكه الحديد، وبعد كده حصل انه كانوا ما ايدوش عشان سنه، انه ما كانش في فريق، انه كان بيلعب في سن اصغر من سنه اصلا الحمد لله طول عمره يعني سبحان الله. فانا ما ايدوش، وقلت خلاص مش مشكله، وانا خدته ورحت لاختبارات النادي الاهلي، وكابتن انا ما هو اللي خدك من ايدك. خدت كابتن بدر صراحه، فير قوي فير قوي فير قوي. كابتن بدر رجع. قعدنا بتاع حوالي اربع شهور على الاقل، كل يوم بنروح الاختبار. يا نهار ابيض. والله. وكان يعني مجموعه جامده قوي صراحه. كابتن عبد الرحمن، وكابتن عمرو. نعم. محمد سيد. وكابتن ده ما شاء الله، ده يعني ده الوالد ما شاء الله، ده انت جميل والله يا دكتور. نعم. الله يخليك. نعم. دكتور هل رامي حقق احلامك؟ يعني بسم الله ما شاء الله، يعني انا عندي 16 17 بطوله مع النادي الاهلي، بقول انا يعني ارض نهدم عليك يا ادي. بسم الله ما شاء الله، رامي النهارده 33 بطوله. يعني هو بيقول لي لسه ما عملتش حاجه، يعني بيقول لي انا لسه قدامي. والله الحمد لله، هو رامي راضي نفسيا طول عمره فعلا. وهو اللي انا شايفه فيه ده كرم ربنا سبحانه وتعالى، بعد الحكايات اللي هو حكاها لحضرتك، وحكاها بكل اخلاص يعني. نعم. بدون تزويق يعني. أيوه. فهو فانا شايف ان عشان هو نيته كويسه. ونيته سليمه. صحيح صحيح. وبيحب الكوره في النادي الاهلي خصوصا، فهو ربنا كرمه عشان كده. انا الهيستوري يا دكتور انا الهيستوري مثلا، التاريخ قدامي كده، لما بشوف مصطفى بيلعب
والله العظيم يا دكتور كده بقعد ابقى مستغرب وبعدين قاعد اغمض عينيا كده ابقى مش مصدق يا جماعه معقوله الواد الزارز الصغير ده اللي كان والله العظيم ثلاثه ايه ده وبعد اسرع وبعدين اكمل بس اكمل جمله اتفضل وبعدين انا اول مره وحياه ربنا اقول الكلام ده وبعدين ارجع افتح عينيا فلاقيه وبعدين يشيل كره انا عينيا بتدمع يعني والله انا اول مره اقول الكلام ده بالاحساس ده انا فعلا معقوله يا جماعه يعني ما هو بالنسبه لي حلم ان ابني يبقى لعيب في النادي الاهلي بصرف النظر كنت جون في النادي الاهلي بس عواطفي انا اكتر شويه طبعًا ايه يا جماعه فعلا الاقي نفسي مش قادر طبعا غير سيبك بقى من امه بقى واللي بتعمله والتعذيب اللي تعذبونا هل حضرتك بيجي لك نفس الاحساس والمشاعر الواد الصغير اللي انت خدته دخلته النادي بقى كابتن من كباتن النادي الاهلي وكابتن كباتن مصر انا اسف للاطاله يا حبيبي يا حبيبي اتفضل لا انا هقول لحضرتك سر جامد قوي على فكره رامي هو طبعا هو اكبر من مسافه ربنا يخليه لك نعم ويبارك لك فيه يا اللي حصل ان انت حضرتك الناس كلها ما تعرفش ان انت لو كنت بتروح وتحضر تمرين مصطفى وبتبقى واقف وسط الابهات ابهات اللعيبه وبتبقى قلقان وتشوف كده عشان الناس ما يقولش ان مصطفى دخل وسطه في النادي انا ده. عمري ما رحت والله سبحان الله رحت انت في المرات قليله صحيح بس اللي شفتك فيه كنت بتبقى حريص جدا على خوف على وعلى مستقبله صح فاحنا بقى كنا ما رحت في حياتي مدينه نصر مرتين كنت في مشوار ورحت لافف بس ايوه كان لسه يا عيني كان لسه حبيب قلبي وكان لسه بتلبسوا الجوانتي شفت ايوه لا مش مصدق قالوا لي ده بقى فرحت ابص عليه مش مصدق بالظبط من ورا حضرتك بقى يعني الناس كلها كانت بتتكلم وتقول يعني مصطفى ليه مستقبل في حراسه المرمى خلينا في رامي دلوقتي خلينا في رامي حقق كل احلامك والله حقق اولا لنفسه وبعدين لينا احنا شخصيا هو حقق لي بس حاجه واحده بس ايوه الامنيه اللي انا كنت بتمناها لرامي ان هو يكون ثقه الناس اللي في النادي الاهلي دي اهم حاجه عندي انا شخصيا افكرك بقى الشهره والفلوس وكده دي كلها ارزاق بتاعت ربنا ونعمه بالله افكرك ان شاء الله السنه دي انا وانت بامر الله هنحتفل برامي وهو بيتسلم اوسكار افضل لاعب في مصر باذن الله يا رب حبيبي ان شاء الله حبيبي يا دكتور عايز تقول حاجه لبابا لا طبعا يعني لا يا حبيبي زي ما انت منور يا رامي وربنا يوفقك يا رامي والمزيد من البطولات بالامانه يعني يلا قول 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 لا قول ونفرح بعالي خليه ما تديني فرصة اتكلم اتفضل انت مش مدي حد فرصة يتكلم اتفضل لا بابايا طبعا احنا صحاب من قبل ما يبقى اب يعني بتناقش معاه في كل حاجة متفتح دماغه كويسة ما بخافش صديق. مثلا لما صديق نعم بخافش لما اعمل حاجة واروح اقول له مثلا حصل كذا 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 هو اللي جوزك ولا مامتك اللي جوزتك؟ لا هو اللي كان بيبقى مصر على الحتة دي لان هو عايز فاهم حتة معينة ان هو الاستقرار حلو وانا كنت في وضع زي ما قلت لحضرتك ان محتاج ان انا اخرج من الكورة شوية فهو اللي فضل ورا الموضوع ان انا اتجوز فهو قريب مني احنا اصحاب مش ربنا يخليكم لبعض يا رب بالعكس هو على طول معايا على طول في الماتشات بيبقى موجود وحاضر بيبقى في تعليمات مثلا بيقولها لي معينه بسمع كلامه فيها فربنا يخليه لي طبعا شاكرين يا دكتور هشام دكتور هشام ربيعه والد النجم والكابتن رامي ربيعه بشكر حضرتك شكرا جزيلا طيب قبل ما ناخد المكالمه الاخيره يعني وبعد كده ناخد لك شويه اسئله واقر واعترف يعني خليني اسالك عن شكل الدوري العام لانه الدوري بقى يخض 17 مباراه في 8 25 مباراه كان الاول 34 دوري قل شويه اقل 9 ماتشات هيخلص بسرعه زي ما قلت متكلفت ضغط قلقانين ده مقلقكوا السنه دي ولا مديكوا اصرار زياده؟ مدينا اصرار ان هيبقى في فتره راحه كويسه نعم مدينا اصرار ان انت تطلع كل اللي عندك وما تفقدش نقاط بسهوله عشان كده انت بتبقى مركز في اول ماتش لاخره انك ما تفقدش النقاط لان زي ما انت قلت الضغط نعم فاللي هيفقد نقط هيتعب فانت بالنسبه لك بتفكر انك تخلص بدري عشان تبقى مرتاح ومش ضاغط نفسك تقدروا تعملوا اللي عملتوه الموسم اللي فات 21 انتصار متتالي ويقولوا ان الاهلي ضمن البطوله كان فاضل 3 ماتشات لعب معظمهم بالاحتياط دي حقيقه فتقدروا تعملوا ده؟ نقدر نعمله طبعا بالتركيز وبالتفكير مع بعض لان احنا لما بنفكر كلنا مع بعض وبنبقى متحدين ما فيش حد بيقف قدامنا بصراحه بتخاف اكتر من بيراميدز ولا من الزمالك؟
الزمالك كابتن. الزمالك ما فيهاش هزار دي. الزمالك فريق كبير، فريق محترم، جمهور محترم ورا فرقته دايما، فبيبقى الملعب بيبقى شكله حلو حتى يعني، بيبقى في جمهور زمالك، في جمهور اهلي عظيم، فانت بتبقى قاعد مبسوط وانت بتلعب. اجواء حلوه، اجواء بتطلع كل اللي عندك انك تشوف ماتش كويس يعني. الزمالك طبعا، لكن بيراميدز فريق محترم. بيراميدز فريق محترم، ما اختلفناش، ما بتكلمش على بيراميدز انه هو وحش. لكن انت بتتكلم على الاجواء، بس بتكلم على الاجواء كلاعب كوره يحب يلعبها يعني. طيب هتستحمل المكالمه دي ولا هتخاف ولا هتقول لي بلاش؟ مش على حسب مين. مش هقول متسجله ايه على التليفون عشان ايه ما تبقاش مشكله يعني، لكن واضح انه قصه عشق وحب يعني. طب دي قصه عشق بالاسم اللي انت شفته ده؟ لا انت بتغزي العين. ماشي بتغزي. مش هقول الاسم على الهوا. ما مش هقوله على الهوا. يا مدام. الو. ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا كابتن؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام، كويسه والله. انت عارفه مسجلك ايه على التليفون ولا مش عارفه؟ بحاول اتجاهل الموضوع ده. انا مش هقول، ماليش دعوه، انا مش هقول. بس ازاي هو الموضوع ده يا كابتن؟ اي حد بيشوف في النادي مثلا لما التليفون بيرن بيستغرب من الاسم، اللي هو انت انت ازاي عامل كده وهي عارفه؟ اقول له هو مسيطر كده ولا هي مديالك؟ لا السيطره هي بس بتتجاهل، هي بتطنش الموضوع بتعدي يعني. هي مديالك حق، انت مديالك حق بالسيطره يا مدام ولا ايه؟ لا لا خالص والله، الموضوع بينا مش سيطره من اي طرف من الطرفين يعني، الموضوع بينا فريندلي اكتر يعني. طبعا واضح، واضح الجميل ان انتوا اصحاب يعني، ما شاء الله. الحمد لله الموضوع ما فيهوش سيطره من اي جانب. طيب قولي لي بقى ايه اجمل اجمل حاجه في رامي؟ خلينا نبعد عن الكوره شويه. اجمل حاجه في رامي. مش هتقول حاجه. لا ليه؟ لا تديها فرصه بقى، بطل بقى الجبروت بتاعك ده. هتقول جو بقى. اجمل حاجه في ايه يا مدام؟ سيبك منه، اعتبريه مش قاعد معايا. انا اللي باقي لك. لا انا فاهمه، انا فاهمه انك جاي نايس قد ايه على البرنامج يا كابتن. يعني انا ممكن نقعدوا لك هنا اربع ايام مفيش مشكله، بس اروح لامي بقى ولا تقولي لي حاجه؟ لا والله رامي في يعني في حاجات كويسه كتيره قوي بصراحه. هي اللي شدتني ليه من اول مره. طب قولي حاجه من الحاجات الكتير. حاجه لا كاريزما، طيبة، حنيه. حلو. صراحه يعني من المواقف اللي انا تعرضت ليها كانت شديده قوي فيها، وهي وفاه والدي الله يرحمه. صراحه وقفته جنبي لحد النهارده، لحد قبل ما يجي لحضرتك. بصراحه لقيتني بيه اكتر بكتير. نعم. متعاطف معايا جدا، بيقول لي طب انت ايه اللي يرضيكي تعمله الانكل؟ كل حاجه بصراحه هو معايا فيها يعني. أكتر يوم هو طبعا نعم أبو حنون قوي يعني، عشان خاطر علي. أكتر والله هو بيحب علي قوي وبحب طريقته مع علي قوي. ما شاء الله. أكتر يوم رجع لك فيه فرحان؟ أكتر يوم رجع لي فيه فرحان؟ اليوم اللي هو دخل فيه الجون في الترجي. انت اصلا اهلاويه ولا ما كانتش؟ هي مش دارينا في حاجه. هي ايه؟ مالهاش علاقه بالكوره؟ بابا الله يرحمه كان زملكاوي متعصب. لا بتهزر. واخوها زملكاوي متعصب لحد دلوقتي؟ ممكن يعيط. لا والله. والله بجد. ده انت سببت له في عياط كتير. وباباها الله يرحمه كان ممكن ضغطه يعلى. لا والله. في كوره جت في ايدي في ماتش في الدوري. مش جت في ايدي، هي جت في جنبي هنا كده. فقالوا ان هي جت في ايدي بتاع، كنا في الماتش اللي احنا كسبناه 3 ده. كلمني بعد الماتش بابا، قال لي بذمتك ما كانتش في ايدك. انت بتكلمني يا نهار ابيض. انت عارف يا كابتن، لو كان في مثلا ماتش الاهلي والزمالك في نفس الوقت مثلا مع فرق مختلفه، بابا كان يفتح مثلا تلفزيون عليه ماتش الاهلي وتلفزيون عليه ماتش الزمالك ويقعد من هنا. لا 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 والله. يا رامي يقول لي الزمالك ازاي؟ ايوه اتمنى. يقعد يقول لي اتمنى الزمالك يكسب. بس انت تبقى كويس. الاكثر يوم رجع لك فرحان كان ماتش الترجي. ماتش الترجي عشان كنت قبلها بيوم قلت له رامي انت هتجيب جول وان شاء الله هنكسب بالجول بتاعك. اكتر كنت ساعتها انا في الاستاد اصلا يعني، كنت مصدقه نفسي بجد. والله اكتر مره اكتر مره زعل فيها؟ معروفه طبعا. الماتش اللي فات السوبر الافريقي. رامي ما شاء الله، رامي مش مجرد مثلا بيشتغل في الاهلي او هو لاعب في الاهلي، رامي بجد بيحب الاهلي قوي يعني. هو بيقول لي نادين انا يعني حياتي كلها. فاليوم ده هو فعلا كان زعلان قوي قوي قوي، بيقول لي كلنا كلنا والله كلنا والله. دي حقيقه دي حقيقه. طيب. بس والله كنت بقعد اقول له يعني الحمد لله على كل حاجه. مش طبعا الكوره طول الوقت مش عايزه كلام يعني. مش عايزه. طيب اسالك بقى، بيحب ياكل ايه؟ لا ده هو
الاول يقول بقى. لا لا قولي يعني هو مثلا لا بجد تعرف تطبخ ولا تعرفش تطبخ؟ لا بتعرف تطبخ. لا تطبخ كويس. لسه كانت عامله لي اكله حلوه قبل ما والله عامله لك ايه؟ فاهيتا وبتاع واكل. فاهيته ايه؟ مفيش هو الاكل القديم ده محبشات كده محشي. انا كلمت طنط وقلت لها علميها. ايوه ويما تتكلموا مع بعض. ايوه فما اعرفش بقى علمتك ولا ما علمتكيش. يعني طبعا بس الشرف ليا طبعا. بيحب مثلا المحاشي، بيحب الحواوشي، بيحب الطاجن، بيحب الطرلي. رامي كل فتره كده يقول لي نادين سندوتشات الكبده والسجق نادين ده اول ليمونه عليها بيموت فيها. لا بس انت سقطت في الاختبار ده. ليه؟ انا بحب حاجه معينه. ليه ايه بقى؟ صينيه البطاطس في الفرن البطاطس باللحمه. باللحمه ومحطوطه في الفرن محروقه شويه. يا سلام بقى لو معاها بقى ايه؟ أيوة. برام رز معمر. اظن انت ما وصلتوش للرز المعمر. مستحيل. انا وصلت له. انا هي عملته؟ لا ما بتعمله يا كابتن. بقول لك بتعمل فاهيتا. وحياه بص يا مدام على الهوا اهو، برام رز معمر في الفرن، صينيه بطاطس بشويه لحمه كده خفيفه كده بالبصل، مش ممكن. تجوعتني والله. وحياه ربنا والله العظيم انا عازمكم على اللي سيبكم من مصطفى خالص. بتحب برضه يا رامي الباميه مني برضه. الايه؟ الباميه. الباميه بتعمل باميه حلوه. رامي الاكلات القديمه يعني الاكلات الجديده دي طبعا طبعا باميه والفاصوليا والبسله والترلي والطاجن والحاجات الحلوه دي بقى بتاعت زمان دي ما فيش احلى منها يعني. بتعرف تطبخ. امتى زعلتي منه؟ ايه الضحكه دي؟ ايه الضحكه دي؟ هتقول انه ما زعلتش خالص. ده ايه الجبروت ده يا ربي؟ دي ضحكتها تبين ان انا مزعله كل شويه. بس سالت حاجه ده صعب قوي على فكره. لا لا هقول لحضرتك يا كابتن. قولي. يعني اي شريك حياه واي جوازه ناجحه بيبقى فيها ابس اند داونز يعني. طبعا طبعا. يعني فاحنا بنتعرض لده وبنتعرض لده طول الوقت وحياتنا ماشيه ان احنا مبسوطين ونحن عامل كده. بس الفكره ان ازاي في الاخر بنقدر ان احنا نعم وفي الاخر ان احنا متمسكين ببعض. ربنا يبارك لكم يا رب. لكن الموضوع والله احنا بنزعل من بعض، انا زعلت وهو بيزعلني لان محدش فينا يعني بيجي من الخطا يعني. ربنا يخليكم لبعض ويخلي لكم عالية يا رب كده وتفرحوا بيها. هتجيبوا حد تاني بعد عالية؟ طبعا ان شاء الله. ان شاء الله ربنا معاكم. نفسك في ولد؟ ونفسك في ولد؟ انا كان نفسي في ولد في الاول فعلا قبل عالية. لما جت عالية بقت حياتك. بقت حبيت البنات قوي بصراحة. ما شاء الله. ايه؟ ايه؟ عالية ايه؟ الله عالية صوتها متعلق ما شاء الله. ده بعد ماتش ايه دي؟ بعد الاحتفالية بتاعت الدوري بعد ماتش ما شاء الله. ربنا يخليها لكم يا رب ويحفظها لكم وتفرحوا بيها وان شاء الله باذن الله نبارك لكم قريب على اخ او اخت العليا يا مدام ان شاء الله. يا رب بشكرك. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. دلعناك بما يكفي تقر وتعترف معانا بقى. يا نهار ابيض. يا نهار ابيض. اسئلتك صعبه. يلا يبقى مسك الختام. يلا. اقر واعترف مع رامي ربيع. رامي ربيعه تقر وتعترف ان رحيل محمد عبد المنعم اكسبك شعور بالسعاده لان المنافسه معاه على التشكيل الاساسي كانت صعبه عليك؟ لا لان لعبت في وجوده. لعبت في وجوده. كان مريح بالنسبه لك عبد المنعم؟ منعم احلى حاجه فيه ان هو سلس. سلس في ان هو اي حد يلعب جنبه بيديله الثقه وهو صغير في السن بس ناضج ما شاء الله عليه. تقر وتعترف ان موسيماني صدمك لما استبعدك من كاس العالم للانديه؟ اسوأ شعور حسيته بيه لما كانت اللعيبه بتتقسم بدل وانا مش موجود معاها ولا صعب. موجود معاهم في صوره طبعا. شيء صعب. عيطت بكيت ساعتها؟ لا ما عيطتش بس كنت ضاغط على نفسي قوي 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 يعني. تقر وتعترف انه كان في ازمه بينك وبين الكابتن سيد عبد الحفيظ في مفاوضات التجديد 2020 بسبب الفلوس؟ لا خالص خالص. لا 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 عمري ما كانش في مشكله عندي في التجديد. ما حصلش. عمري عمري عمري. نعم عمري. تقر وتعترف انك اجبرت الاهلي على بيعك لسبورتنج لشبونه رغم اداره الاهلي ساعتها كانت رافضه؟ لا خالص لان انا شرحت لحضرتك كنت مصاب يعني. نعم. تقر وتعترف انك قلت الكولر في مباراه السوبر الافريقي مش قادرين نكمل من ضغط الزمالك؟ لا خالص. ما حصلش. لا لا ما حصلش. مين طلع لشعري؟ ما اعرفش بجد اول مره اسمعها زي حضرتك عامه. لو حتى مش قادر من ضغط فرقه. نعم. انا من نفسي او انا زي ما قلت لحضرتك في البدايه الشناوي او انا او اللي موجود كباتن الفرقه بدي يعني بقول للفرويد ننزل كلنا تحت الكره ونقف كلنا تحت بعض. ما بشتكيش للمدرب. لان احنا من المدرب ممكن يقول لي حاجه. انزل انا في بدايه الماتش نتفق احنا كتيم. نعم. يا جماعه احنا نضغط من اول. نعم. خمس دقائق نضغط من فوق. فخلاص انت بتضغط مع بعض. تقر وتعترف ان المرحله دي الزمالك هو اقوى منافس للاهلي محليا وقاريا؟ طبعا طبعا طبعا.
عاجبني احترامك لنادي الزمالك، لان ده اللي البعض واخد انطباع عكس كده. لا بالعكس، ده خصمك وده خصمك، وده حاجه كويسه لما بيبقى فايق انت بتفوق، انت بتبقى في حماس مستني ماتش الزمالك الجاي عشان بيبقى فيه ماتش حلو. يعني عاجبك جوزيه جوميز مدرب الزمالك؟ حاسس انه عامل حاله كويسه مع في نادي الزمالك. يعني تقر وتعترف ان الثلاثي زلاكا وبالحاج وقندوسي اكتر ثلاثي هجومي دلوقتي بيقلق دفاع الاهلي، بدليل انتوا الماتشات اللي فاتت العين بدون اهداف، الزمالك بدون اهداف، الزمالك بدون اهداف، الفريق الوحيد اللي دخل فيكم اهداف كان سيراميكا. هم بيلعبوا مع بعض وحافظين بعض كويس قوي، وخطهم الهجومي ما شاء الله يعني فاهمين بعض بصراحه، في تناغم كويس بصراحه بينهم. اللي جاي بقى يلا بينا. تقر وتعترف بس ركز قبل ما تجاوب. ماشي. ان اتهام زملاتك ليك بالبخل مجرد اشاعه، وانك على اتم استعداد لعزومه عشاء على حسابك بعد نهايه الحلقه. انا موافق. ايوه. وعزمتهم قبل كده في رمضان ومحدش جه. بتهزر؟ في خمسه سته بس، ومصطفى جه والناس. في ناس قالوا مبررات ان هم مش اللي تعبان اللي مش كنا بعد ماتش يانج افريكانز اللي كان في البطوله اللي فاتت، عزمتهم في البيت عندي وكنت عامل كنا في رمضان. بس في ناس جت وفي ناس ما جتش، بس دي بس عزمت يا كابتن. هنفضل بقى طول العمر على العزومه دي. يلا بينا تاني. رامي نورتني وشرفتني، بشكرك جدا والله. استمتعت بالحوار معاك. انا مبسوط بحضرتك فعلا، زي ما انا كنت متوقع، انطباع جميل عن شاب متربي، شاب محترم جميل، عنده ولاء لبيته ولاسرته وعنده ولاء لناديه، وعندك ما شاء الله امال كثيرة جدا وأحلام تحققها بإذن الله إن شاء الله يا كابتن. طبعا اتبسطت مع حضرتك، ورسالة طبعا لجمهور الأهلي اللي عمري ما هنساها. نعم. دايما في ظهرنا، ودايما بصراحة يعني مع رامي بالذات يعني واقفين جنبي مهما كانت الإصابات قبل كده. نعم. واثقين في رامي، دي حاجة أعتز بيها وحاجة أفتخر بيها إن أنا من النادي الأهلي، لأن جمهوره بصراحة زي ما أنت شفت في ماتش العين إحنا بنلعب لوحدنا. يوم ما حصلش. إحنا بنلعب لوحدنا بسببكم، وإحنا بنلعب عشان أنتوا جنبنا وبتستحملونا، ودايماً بتستحملونا في أي مواقف إخفاق قبل النجاح، ونتمنى إن ننجح مع بعض إن شاء الله كجمهور ولاعيبة وجهاز ومنظومة كاملة وكل حاجة. بشكرك يا رب. شكرا يا كابتن. بشكرك شكراً جزيلاً. جميلة. تمام كده، مبسوطين ولا ناقص حاجة؟ عايزين تاني حاجة؟ السلام عليكم.